نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مش محتاج يتعلى ولا كويس؟ طيب الحمد لله. اخباركم ايه؟ تمام تمام كويس كويس الحمد لله. طيب عايزة اطمن عليكم، ما شاء الله جاتني مشاركات الصبح في تقييم او الوظائف المتاحة او اللي انتوا بترشحوها للنمط التحليلي، ما شاء الله كان التفاعل ممتاز وتم يعني المناقشة على الجروب. حد ليه اي ملاحظة من خلال المناقشة اللي تمت، الموافقة او النقاش بعض المهام اللي بعض الاخوة حطوها ورديت عليهم فيها ان تنفع او ما تنفعش؟ طيب معلش، هو العرض الدعم الفني. طيب احنا ان شاء الله باذن الله ممكن هناخد ساعة وناخد بريك 10 دقايق بس النهاردة عشان عايزين نخلص ونديكم المشاريع التخرج اللي بكرة ان شاء الله هنكمل بقية محاورنا اللي هو كيفية الاقناع محور او محورين، وبعدين ان شاء الله هنقسم فريق العمل اللي موجودين معانا ان شاء الله نحاول نشوف عددهم كام او اللي عايزين يشتركوا معانا في التخرج في مشاريع التخرج وياخدوا شهادات. فاحنا ممكن على الجروب نقسم جروب بنات يعني فتيات او اخوات وفريق من الاساسة الاخوة، بحيث ان دول ياخدوا مع بعضهم شيء محدد والاخوه التانيين ياخدوا شيء برضو مختلف. فخلينا نعمل جروب من هنا وجروب من هنا يكون افضل عشان ياخدوا راحتهم في النقاش مع بعض ونتناقش فيه. طبعا كل جروب هيختار له مقرره اللي هي هتتكلم باسمه، هنسيب لها المايك تتكلم باسمه بعد ما يتفقوا مع بعض على الواجبات اللي احنا هنحددها لهم، وهي تتكلم باسمه. وبرضو انتوا الاخوه الافاضل هيحددوا لنا حد منهم يتكلم باسمهم، وهيكون المشروع عبارة عن 3 محاور، كل محور هياخد منك في الكلام 5 دقايق، يعني كل فريق هياخد حوالي ربع ساعة وممكن نعلق احنا معاه 5 أو 10 دقايق. خلاص نشوف رأيكم ايه ونعلق على الكلام اللي هم قالوه. يبقى كل فريق هياخد حوالي ساعة لربع، عفوا نص ساعة لخمس دقايق، يعني ربع ساعة وعشر دقايق. فان شاء الله كده يبقى كل فريق مع بعضه. ياريت لو في البريك تحاول تقولي لي الجروبات نحط اساميهم مع بعض، الاخوات يختاروا بعضيهم ويدوني اساميهم على ايوه استاذه سهاد، ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. هو الامتحان او التدريب هيكون عباره عن 3 محاور، هنديك انتوا كلكم الاول موجودين يعني عشان نبدا ما نعيدش الكلام تاني عقبال بس ما يشغلونا العرض. طيب مشروع التخرج او الامتحان هيكون عباره عن 3 محاور. المحور الاولاني لو في الحياه الزوجيه عندي نمط، انا هديكم نمطين هحددهم لكم واقول لكم لو الحياه الزوجيه مع الشخصين دول بالانماط دي يا ترى هيكون شكلها عامل ازاي. دي اول حاجه، مش بالضروره ان انا بقول انهم ناجحين، انا بدي نموذجين وانتوا هتقولوا لي الحياه هتكون عامله ازاي. وايضا الحوار بين الشخصين دول بالنمط اللي انا هديه لكم هيكون عامل ازاي. والمحور الثالث ان برضه هديك نمط بس نمط ثنائي او ثلاثي وتقول لي ايه الصفات بتاعته، لان خد يعني هتاخدوا بال حضراتكم النمط الغالب لما بيدخل مع نمط ثنائي ثم نمط ثلاثي بيغير من طبيعه الشخصيه بشكل كبير. فهننتبه لبعض الكلام اللي احنا بنقوله في النص عشان ان شاء الله يكون زي ما بنقول التدريب عملي. بعد ما هتنتهوا ان شاء الله من دراسه الـ4 أنماط، لو انتوا واخدين الامر بشيء من الجديه وشيء من الاستفاده الفعليه هتجديه ان شاء الله تحاول تفعله في حياتك سواء في مجال عملك او حتى كاصدقاء في العمل. واحيانا بنديه لبعض الطلب عشان يعرفوا طريقه التعامل مع الدكتور في الورقه، او في حتى كتير منكم خريجين جامعه اول ما ندخل الجامعه يقولوا لنا الدكتور ده بيحب الدش كتير، الدكتور ده بيحب ما قل ودل وهكذا. احنا احيانا برضو بنقول مثل هذه النقاط في بعض الدورات اللي بتكون متخصصة على حسب الشريحة اللي موجودة. وما شاء الله يعني في بعض من الاخوة الافاضل افادنا بمعلومات قيمة جدا الصباح من خلال مشاركته على الجروب، ويمكن حضرتكم اطلعتوا عليها وكانت معلومات قيمة جدا. ولو هو حابب يعمل يعني مشاركة اثناء احنا ما بنشرح مفيش مشكلة، بس زي ما انا وضحت. طيب حاضر
حاضر استاذ شعبان. زي ما انا بس هو العرض يشتغل يعني. بس زي ما انا وضحت ورديت عليه ان انا مش حابه اني اكثف عليكم المعلومات بشكل كبير جدا، هتخرج في النهايه دماغك مصدعه ما استفدتش حاجه. انا عايزه قدر من المعلومات عن هذه الشخصيه اللي هو مفاعل في الحياه، وغالبا عشان اكون واقعيه معاكم، اللي بيعمل مشاكل من خلال احنا ما بنشوف واقع المشاكل في الحياه العمليه والحياه الاسريه. اخترت ابرز النقاط اللي بتعمل مشاكل اللي لازم ينتبه ليها صاحب هذا النمط او اللي بيتعاملوا معاه أو اللي بيربوه داخل البيت، عشان ما يخلقوش منه هذا الشخص بهذه الصورة السلبية. فأنا ركزت على محاور محددة، لكن ليكم اللي حابب أنه يعني يتسع في هذا المجال ويتبحر فيه، في كتب وفي أشياء كثيرة جدا ممكن ندل عليها، أو ممكن يعني تتعمل بشكل آخر. بس عشان الشريحة اللي موجودة بين زوجات وبين موظفات وموظفين ومدرسات وطلبة، فبالتالي احنا بنحاول نمسك العصاية من النص ونقول أبرز محاور في كل نمط، لان طبعا هي وقتها هيكون طويل جدا. فعشان كده احنا خدنا ابرز المحاور الخاصه في كل نمط، الحيويه اللي هي زي ما قلت بتعمل مشاكل او بتكون ابرز الحاجات في هذه الشخصيه. لكن لو هو يحب يضيف ما فيش مشكله. احنا طيب عايزين نعمل ملخص للنمطين او المحاضرتين اللي فاتوا. خلينا نقول بس النمط المتفرد ابرز الصفات اللي فيه، ابرز الصفات في المتفرد. مين هيديني اول صفه مباشره كده من الحضور؟ مين اسرع واحد هيفتكر الوقت؟ انتوا عندكم نمطين. مين هيكتب؟ ايوه قائد قيادي. ها استاذه ايات، ممتاز. استاذه سهاد يهتم بالنتائج. محدش يغش. يقبل التحديات، ما شاء الله التركيز على الهدف، ممتاز. طيب جميل، عملي. انا يوم الاول احضر. طيب حضرتك من خلال المراجعه، عفوا استاذ احمد، يعني من خلال المراجعه ممكن نقدر هو احنا في الاخر، انا عندي ملخص في اخر شريحه، في الشريحه اخر شريحه النهارده معانا هتكون فيها جزء ملخص ان شاء الله لكل الانماط باذن الله. مهندس مهتم بالتحاليل، بالتحليل؟ لا هو مش مهتم بالتحليل قوي يا استاذه شيماء، لا ما بيهتمش بتحليل. هو انسان اجمالي بياخد الرؤية الكبيرة، ما بيهتمش بالتفاصيل قوي إلا إن دخل مع النمط التحليلي، يكون يهتم بالتحليل. لكن لوحده كمتفرد لا، اهتمامه بالمحاور العامة مش بالتحليل قوي. قليل الكلام، هو مش قليل الكلام قوي يا أستاذ، أو مين عفوا، قليل الكلام راح الأستاذ شعبان. لا هو مش قليل الكلام، بالعكس هو مرح وبيتكلم بس بحدود، وإنسان واضح ومباشر، مش انطوائي، مش انطوائي. اللي قليل الكلام قد اللي هو التحليلي، لكن المتفرد لا مش قليل الكلام، بيتكلم. ما نقدرش نقول عليه انه مثلا منطوي او منزوي او كلامه قليل، لا لا يتردد. ايوه يتخذ القرارات بسرعه، ممتاز تمام. يقبل التحديات، حازم وصارم، نعم. نحمله من جديد. مشكله في رفع البارونت، يعني ايه المطلوب مني الاستاذه سهى؟ يعني ننتظر، ولا قصدك انا ابعته، ولا ايه؟ مش عارف. يريد الوصول الى نتيجة، لا يحب التفصيل والشرح. ايوه ممتاز استاذ ايات. مي لا يهتم بكلام الاخرين وارائهم. ايوه لو حبيتي تستفزيه، ان كان نمطه متفرد ما يحبش حد يقول له انت يعني شوف الناس هتقول عليك ايه، ما تلبسي ده عشان الناس هتقول عليك كذا، لا ما يحبش الطريقه دي الا ان كان معاه النمط التحليلي، والتحليلي يسبق المتفرد. طب حضرتك بتستأذيني، ماشي يا استاذه سهى، يعني حضرتك هتعيد التحميل تاني، هياخد وقت تقصدي. طيب حاضر، احنا بنحاول نسترجع ان شاء الله باذن الله مع بعض. طيب واثق من نفسه، ماشي هنتاخر شويه كتير يعني. طيب خلينا نحاول احنا نسترجع مع بعض، اهو افاده للاخوه اللي ما حضروش. يهتم بالنتائج وليس بالتفاصيل. طيب ناخد النمط التاني. طب فاكرين الهرمون اللي بيفرز في هذا النمط بيأثر عليه في ايه؟ على الوورد لانه ما فتح. هو ده معلش مع الدعم الفني، هم اللي يحطوه على الوورد او يحطوه على يعني هم يحلوا لك المشكله دي استاذه سهاد. عفوا الان، ايوه ما شاء الله استاذه سهاد. ايوه بالظبط كده، بيخليه جريء وسريع وايجابي. يعني ايه التحليلي يسبق المتفرد؟ الاستاذ خالد. ماشي استسلم ان شاء الله. طيب هننزل على الجروب. طيب ايه يعني ايه يسبق التحليلي يسبق المتفرد؟ يعني حضرتك مثلا هنقول ان انت الاول، عفوا الاستاذ خالد، انت حليت الاستبيان؟
حليت الاستاذين الاستاذ خالد. بتتكلموا على مين؟ بنتكلم على المتفرد يا استاذ عبد الله. احنا عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن بيتكلم، بنعمل مراجعه على النمط المتفرد. ايوه. ما حلتش الاستبيان. طيب يعني ايه يسبقه؟ يعني حضرتك احنا في مجموعه محاور او مجموعه نقاط بتديها درجات، والدرجه الاعلى بيكون هو ده نمطك الاساسي الاول الغالب. يعني مثلا بتاخد فيه 15 متفرد، وبعدين تاخد في التحليلي 12، وبعدين تاخد مثلا في الودي 5، وبعدين تاخد في التاني ممكن واحد او ما تاخدش فيه حاجه. فيبقى نمطك هنا ثلاثي، المتفرد سبق التحليلي. ايه النتيجه اللي بتعود عليا من ان المتفرد، ان صفات الشخص، صفات النمط المتفرد بتظهر عندي قبل النمط التحليلي. يعني مثلا مش هيكون انسان هادي قوي، مش هيكون انسان بطيء، مش هيكون انسان روتيني، مش هيكون انسان منطوي على نفسه. لا، لما يكون متفرد ولا هيكون انسان سريع قوي، ولا هيكون انسان عنده يعني المستقبل عنده بس نتائج بسرعه وانجازات والحياه. لا، النمط التحليلي لما يدخل مع النمط المتفرد هيعدل من صفات المتفرد الى حد ما، مش هتظهر بنفس الحده. يعني ان كانت الصفات بتظهر مثلا بنسبه 90%، لما يدخل مع التحليلي هيقلل منها بشكل معقول. فبالتالي تفرق لما يكون النمط المتفرد الاول او عن النمط التحليلي. وسؤالك وجيه للي ممكن ما يكونش انتبه، بس انا اعتقد ان معظم الاخوه الموجودين ان شاء الله فاهمين يعني ايه لما يكون التحليل الاول او المتفرد الاول. ارجو اني اكون جاوبت على سؤالك وصلتك المعلومه مظبوطه يعني. طيب كالاتي: المستكشف ثم البناء ثم القيادي ثم المفاوض. استاذه شيماء ما شاء الله، يعني حضرتك مبدعة ومخططة وقائدة ثم مفاوضة. يعني كلهم بالترتيب درجاتهم متقاربة. أستاذة شيماء درجاتهم متقاربة من بعض ولا في تفاوت كبير؟ لا يوجد أي نمط متفرد. إحنا قلنا النسبة قبل كده أستاذة شيماء، قلنا إن هي دراسة قالوها إن النسب بتترتب كالتالي: ان 60% النمط بيكون خلال قسمين، يعني نمط ثنائي، 30% بيكون نمط ثلاثي، 7% نمط واحد فقط، 3% اربع اقسام موجودة او الاربع انماط موجودة في هذا الشخص، وبالتالي هو قلة ونادرا ما يجتمع في هذا الشخص الاربع انماط، وده بيكون انسان مرن وناجح. يعني عادة هذا الشخص بيكون مش ناجح، إنسان متميز، لكن مش ضروري يكون إنسان ناجح، لكن غالبا الإنسان بيكون متميز. ولو عرف يستغل الإمكانيات اللي عنده إن شاء الله عادة بيكون إنسان ناجح، حتى على صعيد الأسرة والبيت وعمله. بيكون عنده الأربع أنماط، لأن بيبقى فيهم نوع من الاعتدال. لا تقدري تقولي عليه إنسان ما بيتجاهل الناس بمشاعرهم، ولا تقدري تقولي إنسان عمى، إنسان بيجي على نفسه وبيجي على الآخرين، بيجي يعني بيحب الآخرين على حساب بيته وأسرته، ولا تقدري تقولي إنه إنسان انطوائي، ولا تقدري تقولي إنسان طايش، ولا تقدري تقولي إنسان مبدع أفكاره مجنونة مش على منطق الواقع ولا في حدود التطبيق إطلاقا. ما تقدريش تقولي عليه لا كده ولا كده ولا كده. فبالتالي هو بيجمع الأربع أنماط، فبيكون إنسان مرن ومتميز. عشان كده نسبته قليلة جدا، وهي 3%، ودي دراسات يعني مثبتة عاملينها المختصين فيها. و7% بيكون بقسم واحد، يعني متفرد بس أو تحليلي بس، و30% اللي هو بيتعامل بثلاث أقسام، يعني مثلا ودي ومتفرد وتحليلي، و60% بيكون من خلال قسمين، وده الغالبية العظمى. أنا بقى عايزة أسألكم سؤال وهشوف إن شاء الله يعني لو كان في جوائز عند الأكاديمية يبقى ممتاز، يا إما نعفيكم الاختبار. هل ممكن أجمع بين نقيضين؟ يعني ممكن يكون عندي النمط التحليلي والنمط العكسي النقيض بتاعه اللي هو المشاعري أو التعبيري، أو النمط المتفرد والنقيض منه الودي اللي احنا هناخده النهاردة؟ هل ممكن في نمط يجمع بين نقيضين؟
حضراتكم حاطين الارقام دي اللي هي ارقام انا ما خدتش بالي، ارقام الانماط بتاعتكم. طب انا هرجع لها، وممكن عشان ما نضيعش اليوم النهارده خلينا نحط الارقام دي بعد ما نخلص ان شاء الله على الجروب ونتناقش فيها لو حبيتوا، بس عشان النهارده انا يعني معلش الدعم الفني انا كنت حابه ان احنا ننجز عشان نخلص، بس قدر الله ما شاء فعل خير لعله خير ان شاء الله. طيب حضراتكم، ما هو اللي هيقول لي اكيد واللي هيقول لي ممكن يقول لي ازاي، يعني هيشرح لي ازاي اجمع بين انسان مسوف وانسان حازم، انسان مرتب زي التحليلي ومنظم ودقيق، وانسان فوضوي اللي هو المشاعري التعبيري، ازاي اجمع بين اتنين؟ اللي قالوا ايوه يقولوا لي ازاي، واللي قالوا ليه لا يقولوا لا ليه برضو. تبقى شخصيه معتدله. اضرب لي مثال ازاي، اضربي لي مثال ازاي يا استاذه مي في الجمع بين الاربع انماط فقط. طيب حد يشرح لي ازاي اللي قال ممكن، يعني ازاي يكون واحد فوضوي وفي نفس الوقت، يعني انت جبتي من الى من القمه الى القاع في هذه الصفه، من انسان فوضوي تماما لا يريد ابدا اطلاقا التزام بمواعيد، وبين انسان يقدس المواعيد. ليه فنجمع بين هذه وتلك؟ هل ممكن الجمع بينهم ولا ده مستحيل؟ انتوا بتفكروا ولا مستنيين اجابتي؟ طيب من كل هذا البعد خير الامور الوسط. الاستاذ احمد مجدي خير الامور الوسط، يعني برضو لا محتاجه توضيح اكتر. لا يمكنها كبير في النمط لان كل واحد فاهم الاخر. الشخص ده جدا ومرتب جدا وفي نفس الوقت من سمات عدم، يبقى معتدل واخد الوسط في الصفات. طيب هو الكلام جميل، لكن لو جينا نطبقه على ارض الواقع محتاج مثال يوضح بشكل كبير، يعني منظم في الاشياء الهامه وفي الاقل الهامية يكون اقل التزاما. ممكن استاذه منال، ممكن يكون في صفات مشتركه بينهم، هيكون نفاق. يعني ايه هيكون نفاق يا استاذ محمد؟ عشان اكيد كده هيكون نفاق. لا هيكون نفاق ازاي؟ يعني هو انسان بينافق نفسه، يعني احنا بنقول بيجمع بين متناقضين، متناقض اللي هو انسان فوضوي وانسان مرتب جدا، انسان بيحترم المواعيد وانسان لا يريد ابدا ان مش ان يحترم المواعيد، لا يريد ان يقيده احد باي التزامات. طيب ازاي يبقى؟ يعني انا مش قادره افهم يعني ايه هينافق. لا هو ما فيهاش نفاق، ما لهاش علاقه بالنفاق الان، لان دي صفات في تكوين الشخصيه نفسه، مش هو بيبتدعها، دي غصب عنه بتظهر في سلوكياته لا يبتدعها. داخليا غير منظم، ممكن يكون مرتب داخليا وخارجيا غير منظم، ممكن طبعه كده. نحطه في موقف التزامي، ده حضرتك بتوجدي له حل يا استاذه سهاد. ممكن نحطه في موقف التزامي، مثلا هو المتفرد قيادي والودي منقاد، يعني مش ممكن يجتمع النمطان في انسان واحد، ده اللي احنا بنقوله. ازاي بقى؟ ازاي يجتمعان؟ ماشي. طيب خلينا طيب ممكن يغير سلوكه السلبي. طب انا هخليه للاخر، مش هجاوب عليه دلوقتي، هنخليه لاخر اليوم، بس لو نسيته فكروني. هنخليه ونشوف هل ممكن يجمع بين نمطين. على فكره هو في بعض المدارس، بعض مدارس الانماط بترفض او بتقول طبعا لدراستها ان ما ينفعش ان انا اجمع بين نمطين متناقضين، لكن هذه المدرسه ومدارس اخرى من الانماط لا، في الواقع ممكن يكون يجمع بين نقيضين، ممكن ان يجمع بين نقيضين، بس ازاي ده اللي احنا بقى هنشوفه، بس يخليه ان شاء الله يكون اخر اليوم. طيب موظف ومدير، موظف غير ملتزم بالمواعيد ومدير صارم في المواقف. ما شاء الله استاذه سهاد. ممكن. طيب كفايه كده عشان نخلي الاخر اليوم، لعل وعسى يكون في ناس تاني فكرت. ممكن ازدواج الشخصيه، هو قد يبدو لك ذلك، يعني انت تشوفيه تحسي انه لا انسان مهمل ولا انسان ملتزم، بس يعني لا خلينا الاخر، ما تحاولوش تجرجروا الاجابه مني، خلينا للاخر. عايزين نعمل بس مراجعه سريعه جدا، خلاص التحميل قرب. مراجعه بسيطه للنمط التحليلي، يا ترى ايه ابرز صفاته؟ احنا عملنا مراجعه بسيطه وسريعه جدا على النمط المتفرد، عايزين مراجعه سريعه على النمط التحليلي عشان ندخل على النمط اللي بعده. ايوه منزوي صح،
صح، يهتم بالتفاصيل، يحب المثالية ولا يسمح بسهولة، مرجعية داخلية في اتخاذ القرارات، ملتزم ودقيق، مستمع جيد جدا، أيوة، معتدل. يعني ايه معتدل؟ تقصدي ايه بمعتدل؟ تكون ده طبيعته، ولكن ظروف الشغل هي التي فرضت عليه هذا الوضع. أستاذة شيماء، تقصدي ايه؟ يعني هذا هو، يعني هو ممكن تكون دي طبيعته، ولكن ظروف شغله هي التي فرضت عليه هذا الوضع. حتى بتتكلمي على مين؟ متقن جدا، يرتبك من كثرة الأعمال، صمود، نعم، ملتزم بالأنظمة والقوانين، مقيد. طيب، يعني يعني احنا قلنا دي الالفاظ اللي هي موجوده، موجوده في الكتب، موجوده في الاماكن، احنا بنحاول نسقطها على واقعنا. يعني ايه مقيد؟ يعني ايه ملتزم بالانظمه والقوانين؟ يعني حضرتك لو في مكان عملك، ايوه، يسال كتير. يعني حضرتك لو في مكان عملك اللي هو بيسموه روح القانون ونص القانون، هو لا ياخذ بروح القانون، ياخذ بنص القانون. هم قالوا نعمل كذا، خلاص نطبق كذا. طب هو ينفع ان احنا ممكن نغير؟ ممكن عندنا مساحه للتغيير، عندنا مساحه ان احنا عندنا مخول لنا مسؤوليه؟ لا، هو القانون بيقول كده، ما يعرفش، ما عندوش سعه افق في تنفيذ الانظمه والقوانين وينفذها كما جاءت. لو كلفته بامر على طول مباشره ويعمله زي ما بيتقال بالظبط، ما عندوش رؤية انه ممكن يحيد عن مما كلف به. ملتزم بالعادات والتقاليد، منطقي، تقليدي، روتيني، ممتاز. يا رب ما تكونوش بتغش بس من الورقة اللي انتوا كاتبينه، ولا رجعتوا للنت، ولا رحتوا اي حتة. يعني مقيد بالاوامر، يعني لو حد قال له حاجة تبقى هي الامر بالضبط. ممتاز، ما شاء الله، مذاكر كويس استاذ احمد عبد المجيد. سهاد، ابدا ابدا، مش عارفة انت حضرتك، يمكن انا فاتني شيء. انت بتردي على حاجة استاذة سهاد؟ طيب، لا يعطي حلول. هو طبعا مش، يعني مش عايزين نظلمه، يعني هو مش ما بيديش حلول ابدا، لكن هو اثناء النقاش يحط قدامك المشاكل والعراقيل ولا يعطيك حلول. كان يعطيك حلول في الاخر ربما لما تحاول تتناقش معاه وتسال، لكن مش معناه انه ما بيعطيش حلول ابدا. لكن هو في النقاش بدايه يبدا بعرض المشاكل وعرض النقاط لايجاد حلول. احنا برضه عايزين نكون ناس ايجابيين، ونقول هو لا يقصد انه يكون انسان معقد، ولكن يقصد انه عشان يتم العمل باتقان ويتم العمل كما يجب، ما يحدش عن القانون او عن الالتزام اللي انت الزمته بيه. يعني هو لو قابل مشكله هيحلها ازاي دلوقتي؟ هو ما عندوش صلاحيات انه يحلها، فبيسال صاحب المسؤوليه او صاحب اللي هو خول له العمل بان ازاي اتصرف، لان ده نابع من جوه انه انسان ملتزم بالقوانين وبالانظمه. لم اسمع السؤال. حيث انا استاذ شيماء، انا مش عارفه سالت ايه عشان حضرتك بتسالي يعني، لكن مش مشكله، خلاص نعديها. يعني ما بنغشش، لا يبادر من نفسه. الاستاذ ايات، ايوه، لا يبادر من نفسه، مستمع جيد، ايوه، تضخيم الامور، شهم وايجابي الا لو شعر بالاستغلال. ممتاز، ممتاز فعلا فعلا. لان على فكره يعني احنا بنقول بعض الصفات يا جماعه هي مش هتلاقوها موجوده بالشكل ده في الكتب او في المصادر بتاعتها، لكن من واقع التجربه وتطبيق. عفوا، الدعم الفني هو بيعاد تحميله للمره الثالثه، بيعاد تحميل البرنامج للمره الثالثه. طيب، بنقول ان العبارات اللي احنا بنقولها من واقع عمل، من واقع التجريبي او التجارب الواقعيه اللي بتتم مع هؤلاء الاشخاص في حياتهم، دي بتكون العبارات اللي هي بتتم معاهم. شهم وايجابي، صح، انه لو استغل بيفكر كتير، عشان كده قلت لكم لو هو مع زوجته، لو حس انها تعبانه فعلا 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 هيساعدها ويقف معاها، لكن لو حس انها بتدعي هيكون تفكيره او طريقه معاملته على النقيض تماما، ممكن تزعلها. بيفكر كتير جدا قبل اي قرار، ايوه، هذه على ايه؟ الاجابات دي على النمط التحليلي يا استاذه شيماء، نعم. مطور غامض، نعم، مطور وليس مبتكر، ممتاز. لا يسامح بسهوله، نعم، اشكرك، العفو. طيب، استاذه ايات، او عفوا استاذ احمد عبد المجيد، يعني ايه مطور وليس مبتكر؟ مين يشرح لي العباره دي او يقول لي ايه معناها؟ مطور وليس مبتكر يعني ايه؟ مطور وليس مبتكر. في فرق بين التطوير والابتكار؟ في فرق؟ ايوه، لا يأتي بجديد، نعم، لا يخترع اشياء جديدة، صح، يعني يجيب تجارب، يعمل على تطوير الآلة مثلا، ولكن لا يصنعها من البداية. يعني لو شاف حاجة عجبته بيعمل، مش بيحاول يبتكر. ممتاز أستاذ أحمد،
مطور تبقى شيء جديد على شيء أصلي ومبتكر غير موجود. أيوة، إنما الابتكار يعني لا يأتي بأفكار. أيوة، هو التطوير. ممتاز ممتاز جميل. يعني عرفنا التطوير وعرفنا الابتكار، وانه هو انسان مش معناه انه يعني جامد قوي او يعني روتيني بالشكل ان هو لا يطور نفسه، هو ده في الغالب، لكن يعني لا يمنع ان يكون انسان يحب يطور عمله لو شاف ان في حد ناجح حواليه يقلده، شاف بالتجربة وقريبة منه ونتائجها ملموسة، ممكن يطبقها، ممكن يحاول يقلدها وياخد بيها. طيب الدعم الفني ممكن يقول لنا ايه المشكلة؟ يعني ممكن نساعدكم بان احنا نرفعه من عندي، ولا ايه؟ في اشكاليه؟ يعتمد على المنطق اكثر من الخيال. ايوه بالظبط استاذ محمد، فينطبق على المنطق. يعني لما يجي مثلا ولاده ولا حد يقول له احنا رايحين نتفسح في اماكن، في مكان قالوا لنا عليه جديد، لا هو لما يشوف حد الاول جربه او في مجال عمله برضه زي ما قلنا بيقترحوا عليه شيء، لا هو ما يحبش يخوض التجارب اللي ممكن تحتمل ايوه او لا، بيقفل في التحميل عند 90. اه طيب، هل ممكن اساعدكم بشيء ابعته لكم ولا يجرب الاشياء اللي جربت؟ اي صح، ممكن. سبحان الله، مع اني كنت ناويه ان احنا ان شاء الله نقصر البريك شويه على اساس نستفيد منه في النقاش حوالين الانماط ونتوسع شويه ببعض النقاط، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، لعله خير ان شاء الله. ايه اخبار التفاؤل معاكم ان شاء الله؟ ايوه انا بحاول يا استاذه سهى، متفائلين، اتمنى ذلك ان شاء الله. ممتاز جميل، احنا عايزين التفاؤل ده على طول. طيب انتوا بعد ما خدتوا النمطين التفاؤل بالخير تجدوه، ممتاز. يا ترى حاولتوا تطبقوا او حاولتوا تراقبوا تصرفات اللي حواليكوا؟ يعني مش قوي. مين اللي يعني مش قوي؟ اماني، اماني حضرتك يمكن ما كنتش موجوده من اول يوم او شيء، الاستاذ اماني. الحمد لله الحمد لله، التفاؤل ممتاز. طيب السلام عليكم، السلام عليكم، سامعني؟ وصل الصوت؟ السلام عليكم. طيب سامعني كويس؟ ممتاز، الصوت مش موجود. لا اعتقد انه موجود دلوقتي ان شاء الله، اعتقد انه موجود، حاولوا بس تظبطوا. طيب احنا النهارده يعني خلينا نبدا بالنمط الودي. خلينا اقول لكم ايه اللي بتتوقعوه، ايه اللي بتتوقعوه. الدعم الفني الصوت ليه بيفصل عن القاعه؟ هل عشان التحميل ولا في مشكله يا استاذه سهى؟ بسبب التحميل. طيب معلش، خلاص بقي ثواني ونتحمل مع بعض ان شاء الله. خلاص باذن الله ربنا، ادعو بس كده ونستغفر كده ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا. انا متمنيه، يعني متمنيه ان احنا مع بعض ان شاء الله نحتسب الوقت ده، ان احنا بنتعلم العلم ده عشان نفيد بيه الاخرين، ونكون على حسن طاعه مع ربنا سبحانه وتعالى فيأجرنا بيه هذا الوقت اللي احنا بنكون فيه مع بعض ان شاء الله. خليني يعني بالمناسبه، وعليكم السلام. طيب يعني حضرتكم سامعيني؟ وعليكم السلام. طيب هو باقي يعني 10% يتحملوا ان شاء الله. خليني بس اقول لكم على نقطه بسيطه، لان انا حابه ان احنا نبدا صفات الودي بالصور عشان تكون في وسيله يعني للتذكر بشكل جيد عما يكون كلام فقط. خليني بس احكي لكم يعني موقف، او انا اتمنى حقيقي يعني هو توجيه او نصيحه يعني بالنسبه للغه الانجليزيه واللغه العربيه. الحقيقه انا اعتز جدا 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 باللغه العربيه لغتي، ولذلك انا يعني كل الاجهزه بتاعتي سواء اللابتوب جوال اي شيء اي حاجه بعمله بقدر المستطاع لغه عربيه، لدرس اتعلمته من واحده امريكيه في بدايه حياتي عملت معاها حوار، وهي كانت قصيصه نصرانيه كانت بتنصر الناس، وكان لها برامج، وكانت دكتوره في جامعه فلبينيه وجامعه امريكيه. وحضراتكم سامعني؟ حضرتكم سامعني؟ متابعين معايا؟ ايوه. طيب ممتاز. الحقيقة حبيت أعمل معاها حوار، فكانت اللغة بتاعتها أمريكية وليست البريطاني زي ما احنا في مصر متعلمين، فالأمريكي صعب شوية إنك تقدر تستجيب معاه وتعمل معاه حوار وتحقيق وتاخد ودي تدي معاه، فاضطريت إني أعمله حوار مكتوب.
على انه اترجمه بعد ما اخد منها. وجاني مقطع في الكلام اللي هي كاتباه استحال عليا من خطها ان انا اعرف اتواصل واعرف اترجمه، فحاولت اني اروح لها عشان تترجمه لي، ما فهمتوش منها. حاولت استعين ببعض الاخوات اللي موجودين في مكتب الجهات اللي كانت بتشتغل فيه، ما يعني ما قدرناش نترجم العبارة اللي هي كتبها. حاولنا نروح نفهم منها. الشاهد في هذا الأمر، أبت تماما تماما أن تكلمنا اللغة العربية إطلاقا، رغم أنها بتشتغل في مكتب دعوة وتعرف اللغة العربية بنسبة يعني 40% تقريبا، يعني ممكن تساعدنا، ممكن تقول لنا العبارة دي معناها إيه باللغة العربية، لأن هي ترجمتها ليها باللغة الأجنبية ما كانتش جيدة وما كانتش منضبطة عشان نقدر نطلع بعبارة نقدر نترجمها. جمعت اتنين، يمكن مديرة المكتب وواحدة داعية معاها عربية، فقالت لي هي لما بتعرف ان حد بيعرف يتكلم لغة انجليزية ولو بنسبة ضعيفة مستحيل تتكلم قدامك لغة عربية، تصر على لغتها. رغم ان هي ما شاء الله يعني قصة اسلامها لو قريت ان كنت اطلع عليها من زمان، من اكتر من 18 سنة على النت تلاقوها، اسمها ميري واتسون. حاضر 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 يا استاذ شيماء. فحسيت اعتزازها بلغتها العربيه رغم اعتراضي على موقفها، اعتزازها بلغتها الامريكيه، فحسيت ان احنا بنضيع لغتنا العربيه واحنا اولى بيها. احنا مش معناه ان احنا ما نتكلمش اللغه الانجليزيه لان نتكلمها، بس يؤسفني ان لما نيجي نتكلم على اللغه الانجليزيه نكلمها عربي، يعني انجليزي معرب، لا انت اتكلمت لغه انجليزيه ولا انت اتكلمت لغه عربيه. فانا من يوميها بعتز جدا جدا بلغه القران، لغه كلام الله سبحانه وتعالى، فبعتز ان انا افعل على اللغة العربية عندي سواء في اسمي في كل مكان، وما حاولش اخد لغة او ان استخدمت اللغة استخدمها كما ينبغي ما عربهاش. فيعني انا اتمنى ان احنا يعني نفعل اللغة العربية في حياتنا وما نضيعهاش في سبيل ان احنا عشان في لغة انجليزية. طيب ممكن تعرفيني ازاي اقول منفرد او تحليل عن طريق الاستبيان الذي يوضح ان استكشافي او بناء؟ نعم حضرتك، القيادي اللي هو المتفرد، البناء، عشان كده انا كل نمط بقوله. يعني احنا لما درسنا المتفرد انا قلت انه قيادي، ولما خدنا التحليل انا قلت انه بناء، والنهارده ان شاء الله هناخد المفوض، المفوض والاستكشافي، المفوض اللي هو الودي والاستكشافي اللي هو المشاعري او التعبيري. ماشي يا استاذه شيماء. طيب وقف عند 90 برضو. طيب نحاول نبدأ وأمرنا لله بدون ما يكون في صور ولوح عشان الوقت ما يروحش مننا. هو الإنسان الودي هو إنسان عكس، مش عايز أقول عكس، ولكن إحنا دخلنا في إطار نمطين، مشاعريين عاطفيين اجتماعيين، بيعتمدوا على مشاعرهم في اتخاذ القرارات غير النمطين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي فاتوا. النمطين اللي فاتوا ليسوا متناقضين، ولكن هما نمطين بيفكروا إلى حد ما بمنطق عقلاني. لكن المتفرد اللي هو يكون قصاده النمط الودي اللي هو يكون عكسه. عكسه يعني إنسان هادي جدا، إنسان بطيء جدا، إنسان طبعا الصفات اللي احنا بنقولها مش ضروري ان احنا نقولها بشكل سلبي، يعني انا مش عايزه تساق بشكل سلبي، ولكن يمكن انا يعني بقولها كده عشان الانسان اللي فيه هذه الصفات. للاسف يعني انا مبطلة على كل الكتب لما بيعرضوا الصفات بيعرضوها بشكل فعلا محايد او بشكل عايز اقول يوحي الى الايجابيه، ولكن في الواقع العملي يا جماعة بيكون سلبي جدا وبيسبب مشاكل. لذلك أنا بقول الصفة وسلبياتها لو اتطبقت بهذه الطريقة. لكن الكتاب يبقى جميل جدا لما تقرا فيه الانماط وتحس ان الدنيا جميله ومفيش مشكله عند النمط ده اطلاقا. يعني اطلع على اي نمط اللي هو زي اللي احنا هنتكلم عليه النهارده او اي نمط من الانماط، ممكن يقول لك انه مسيطر الانماط الاولاني احنا اتكلمنا عنه، لكن ما يقولش ازاي مسيطر وازاي وصل لطريقه المسيطر وايه هي سلبيات هذا الوضع وازاي نعالجه. فعايزين نقول ان احنا الصفه بنحاول ناخدها وبنقول ايوه هذه الصفه هي سلبيه ان لم تطبق بهذه الطريقه، ولابد ان صاحب هذه الصفه انه ينتبه ويبدأ يعالج نفسه منها ويجنب الآخرين مشاكلها. يبقى النمط اللي احنا هناخده النهاردة وإنسان بيركز على العلاقات الاجتماعية بشكل كبير جدا، يحب قوي الناس، مشاعره حساسة قوي، بيعرف يعبر عن مشاعره، بيعرف يعبر عن مشاعره بهدية ممكن بكلمة، التانيين لا بيعبروا عن مشاكلهم بأشياء عملية، يعني يقف جنبك يكون معك في موقف أزمة وهكذا. الدعم الفني برضه إلى الآن لم يحمل البرنامج.
عندهم معاني سامية جدا في المحبة وفي الإخلاص مع من يحب. عنده معاني الرعاية، أبوي برضو 90 أبوي، وهذا أعلى رقم عندي. يعني إيه أعلى رقم عندك يا أستاذة شيماء؟ بنحاول نحل المشكلة. طيب يا جماعة ربنا ييسر كده، ادعوا معانا إن شاء الله. طيب احنا بنقول ان عنده معاني الرعاية، عنده اهتمام بالوالدين، بيحب قوي يعني بيحب ابوه وامه، بيحب اخواته البنات خصوصا، بيحب اخواته الاولاد لما يكونوا في اي ازمة، في اي موقف مادي، في اي موقف عاطفي، تلاقيه على طول انسان عطوف جنبه في التقييم. طيب استاذه شيماء، يعني انا مش عارفه اركز معاكي يعني بين شيء، فخلي التقييم بتاع حضرتك يكون ان شاء الله في البريك على الجروب. ماشي، الله اكبر ما شاء الله. طيب الحمد لله. بيفكر بعاطفه ام لا حضرتك؟ هو يتأثر، يعني هو ياخد قرار بناء على عاطفته اتأثرت بايه. لكن طبعا لو هو معاه النمط المتفرد هيكون وضعه مختلف، لكن لو معاه النمط الودي هيكون برضو مختلف تماما عما هيكون معاه النقيض بتاعه، النقيض بتاعه اللي هو التحليلي. لكن هو اساسا هو يفكر بحسب تأثير المشاعر والعواطف عليه. ان مشاعره حاسه انها تأثرت بشيء ما، ممكن ياخد قرار في اتجاه هذه العاطفة. يعني مثلا لو جم عملوا في المدرسه او حب يلموا تبرعات واثروا عليكي قوي وقدروا اثروا على طول يطلع كل اللي معاه، وممكن ما يفكرش ان المبلغ ده كان مثلا هيجيب بيه دواء لاولاده، او ممكن انه وهكذا، بغض النظر عن انه يعني النفقه والصدقه في سبيل الله امر تاني. لكن خلينا نضرب مثال اخر، ممكن لو واحد تاني عنده مشكله ما، ممكن هو ما يتاثر بيه مشاعريا، وبالتالي ممكن ينفق فلوسه او يديها له تبعا لمشاعره. لكن الانسان المشاعري او التعبيري اللي هو النمط الرابع، لو انت تقصدي كلمة المشاعري، لا هو انسان امزوجي شوية باللغة اللي احنا بتاعتنا، امزوجي يعني بمزاجه، حالته النفسية يوم فوق ويوم تحت، وده هنشوفه ليه نظر للهرمون اللي بيؤثر فيه. طيب ما شاء الله احنا جبنا من اول الشارع. خلينا طيب للناس اللي هم للحضور اللي ما حضروش معانا قبل كده، لو معاه القيادي والبناء. طيب يفكر مشاعره بقلبه ولكن بعقله معظم الاوقات. طيب خلينا عشان ننجز بقى، خلي الاسئله شويه يا جماعه عشان نلحق. طيب الاخوه اللي كانوا ما كانوش معانا، خلينا هي الشرايح مش هتتغير؟ ممكن تغيروا لي الشريحه الاستاذه سهى؟ الاسهم مش عارفه مالها. طيب كده ما ينفعش يكون قائد. هو مين اللي ما ينفعش يكون قائد؟ ممكن. طيب فين العرض؟ طيب خلينا احنا نستمر مع بعض. مرجعيته خارجية على عكس النمط البناء والنمط القيادي. مرجعيته ما فيهاش توازن، لكن مرجعيته خارجية، اي واحد يقول له كلمة ممكن يتأثر بيها ويعمل بيه. يعني مثلا لو هو ليه صديق وقال له اللبس اللي انت لابسه ده، القميص ده مش كويس او كده، لا ممكن ممكن على طول يتأثر. والله يعني هو مش لايق عليا، ده انا كنت فاكر انه كده، لا يا اخي ده اللون التاني. يعني ممكن يتأثر فعلا ويقلع القميص مثلا، او ممكن ياخد قرار، ممكن حد يثنيه عن قراره على طول سريعا. لكن الودي، احنا بنتكلم على الودي الان. لكن لو جيت مثلا شفت هذا السلوك مع الشخص المتفرد، لا يعني ممكن يناقشك يقول لك ليه، طب ده اللون ده بيليق فيا، طب ده حتى انا جايبه المقاس الفلاني، يبدأ يتناقش معك. ان وجد حقيقة ان القميص ده او اللبس اللي هو لابسه مش مناسب، ممكن يقتنع بوجهة نظرك. اما النمط التحليلي لا يعي لكلامك، يسمع منك ويبتسم وهادي جدا، وقد يضحك في نفسه يعني مبتسم كده، وتقول اللي يعجبك، وهو ممكن ما يعني لا يعيرك اي اهتمام. طيب ممتاز. طيب هي الشرايح شكلها مش هيتغير؟ طيب حاولوا تغيروا لنا الشرايح يا استاذه سهى، انا عارفه تعبناكم، جزاكم الله خير الدعم الفني، تعبناكم معانا خلال الايام دي، ان شاء الله ربنا يوفقكم.
بنقول مرجعيته خارجية، وشرحنا الفرق بين النمط الأولاني والتاني والتالت في المرجعية الداخلية والخارجية. ويمكن أنا عايزة أقف عن نقطة، بس أنا كنت مفضلة الشرح لكن مش مشكلة، أنت عايزة أقف عند النقطة دي، هي دي اللي عاملة مشاكل عند هذا النمط. يا الله، عاملة مشكلة عند هذا النمط اللي هي نقطة المرجعية الخارجية بسبب التأثير العاطفي اللي بيحصل له يوجه تصرفه. نقول تاني العبارة، على حسب التأثير العاطفي اللي تم عليه يوجه تصرفه. يعني والدته وأخته شكروه إنه عمل ولو شيء بسيط معاهم جدا، يستزيد في الإنفاق، ويستزيد في البذل، ويستزيد في التضحية معاهم بشكل كبير جدا. طيب لو جاء لولاده وزوجته وأهل بيته، لا يعني خليني اتكلم معاكم بمنتهى الوضوح والصراحه، خاصه ان معانا بعض من الاخوه الرجال وحتى من بعض الزوجات، للاسف الشديد لا. طب ليه؟ ليه ليه؟ ما هو ممكن تكون برضه زوجته بنا، لان هو شاعر ان ده واجب عليه، وهو لا يتحرك الا عاطفيا بمشاعر عاطفيه، فهو حاسس ان ده حتى مهما تشكره مهما تقول له، هو في الاول والاخر بيشعر انه واجب عليه. فتحريكه، تحريك عواطفه تجاه الاشخاص اللي مش ملزمين منه، بتحرك مشاعره تجاه الاندفاع انه يقف معاهم بشهامه كبيره جدا، سواء بماله او بجهده او بوقته. فلذلك بعد فتره من الزواج تلاقي وضعه يتغير شويه مع البيت، تلاقي الشهامه اللي كان داخل بيها والعطف، تلاقي لا مش العطف يعني الشهامه والاندفاعيه في الخدمه بتقل الى حد ما، لكن هو انسان عطوف جدا، يعني انسان حنون جدا، يريد في الدخله والطلعه من يعني يمنحه العواطف، سواء بالطبع طبعا، او وان كان فيه هرمون اسمه هرمون الموده، احنا بنسميه هرمون الموده، هذا الهرمون اللي هو هرمون المحبه والود والتعاطف مع الاخرين، من خلال بعض الحركات، من خلال بعض الحركات على بعض الاماكن، او حركه على بعض الاماكن، يفرز ويزيد هذا الهرمون. من ضمن هذه الاماكن هو الطبطبه على الظهر او على الكتف او القبله اللي على الجبين، والسلام باليد وحط اليد على اليد. هذه مواضع وهذه حركات او تصرفات تؤدي الى زياده افراز هذا الهرمون اللي هو بنسميه هرمون المودة والمحبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقابل من الصحابة كان يمسك يده ويحط يده التانية عليها، ودي بيدرسوها في لغة الجسد إنها معناها زيادة في المحبة، ولكن هي علميا بيزيد من إفراز هرمون اسمه احنا بنسميه هرمون المودة، وهو هرمون المحبة والود والارتباط والارتباط نحو الشخص اللي عمل معاك نفس الحركة دي أو اللي سلم عليك بهذا الشكل. يعني يحب الثناء على عمله. احنا هنقول مين اللي بيحب الثناء، هو اللي بيحب الثناء بشكل يعني يؤثر على أدائه، هو النمط التحليلي. يعني النمط التحليلي إن لم تثني وتمدحه أو تشكره بمعنى أصح على ما أسداه إليك، سيكون منتظر هذا بين اللحظة والثانية ولن يغفر لك. أما النمط الودي هو يكون سعيد حينما تثني عليه وقد يستزيد، لكن لا يقف لك، يعني لن يتخلى عن الوقوف بجباه وبجوارك من أجل عدم الثناء، لن يتخلى. هي مش دي قناعته. صح، ممكن الثناء يحرك عواطفه، يحرك عواطفه بشكل لكن مش هو الثناء فقط، لكن النظرة أو عايز أقول التصرف الاستعطافي، عارفين التصرف الاستعطافي، ممكن انا باثني عليك بس بشكل استعطافي مش بشكل زي ما انت عايزه مع النمط التحليلي. النمط التحليلي لما تيجي تثني عليه، تثني عليه من وضع الشهامة ووضع الرجولة ووضع انه راجل يعتمد عليه وان لا. النمط الودي لما تحب تثني عليه، تثني ان الام مثلا، والله يا ابني انا كنت تعبانة ولولا ان انت جبت لي، غير طريقة المدح والثناء بتاعت التحليلي، تختلف تماما تماما عشان تجيب نتيجة. الثناء على الودي تكون بطريقة الاستعطاف، ان هي ضعيفة وهو اللي انقذها من هذا الامر، فبالتالي الودي يحب يكون محبوب. بالظبط، يحب يكون محبوب، فعشان يكون محبوب لا، وكمان النمط اللي بعده يحب يكون محبوب اكتر، وما يحبش حد يجي يقارنه او ينتقده اطلاقا. النمط الاخير هنا ممكن يتقبل اي شيء، لكن اللي يحركه هو الثناء بطريقة الاستعطاف، يشعر انه وصي على العالم في المشاعر. هذه إشكاليته. يعني لو حد في الشارع حكى له مشكلة ما يعرفوش، يروح البيت وهو حامل همه، ويمكن ما يعرفش ينام. لو اتفرج على حاجة في التلفزيون
او شاف حاجه من اللي بتحصل في الايام دي ممكن ما يعرفش ينام، ممكن يقعد طول الليل يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويقيم الليل ويصلي، يا ريت يتوجه الى عمل يكون يعني ينفع الامه يعني. لكن الاشكاليه انه ممكن يجلب مشاكل الى البيت ينقلها اليه، لو مثلا في العمل وحد تعبان وماشي احنا نتفاعل مع الاصدقاء ومع الاخرين ونؤازرهم وكل شيء، لكن اني انقله الى بيتي بشكل يعرقل حياتي ويكون مش قادر يضحك مع اولاده، مش قادر يجاري زوجته، مش قادر يتكيف مع حياته الاسريه، لا ما يكونش بالطريقة دي، انت لابد انك تفصل. الاستاذة ريهام، والله عن اي شخص انا بنتكلم عن الودي، بس هو العرض انا مش عارفة ايه اللي جراله في خصلة الايثار. هو خصلة الايثار هي موجودة عنده لمن يشعر انه يحتاجها. يعني حضراتكم انا عايزه اركز معاكم على النقطه دي، ويمكن يعني مش عايزه اقول انتم مش هتلاقوها في الكتب بالشكل ده، لان هو ده من الواقع نتيجه تفاعلات معينه عنده في جسمه نظير الهرمون، الهرمون اللي بيؤثر على ان يكون عنده ايثار وعنده اندفاعيه في خدمه الاخرين وعنده ابراز لكل عواطفه، وكل مش عواطفه بس عواطفه ممكن يوزعها على الكل، لكن عمله العمل بشكل عملي يعني مثلا هو عليه واجبات في البيت، مثلا في انبوبه عايزه تتغير، في طلبات، في اي اشياء هو مفروض واجبات عليه في البيت، لا يسوق الى عمل هذه الامور الا الثناء الاستعطافي. وهذا لا تجيد كل الزوجات، لا تجيد كل الزوجات، لانها بتعتقد انها خلاص تزوجت، مش مفروض ان انا كل شويه اقعد اديك شعور الاستعطاف، غير ان بعض الزوجات وللاسف احيانا بيتزوج من زوجه تكون نمط مختلف عن نمطه، نمط مختلف عن نمطه يعني النقيض شوية، فهي مش هتعرف تديله اللي هو عايزه، وبالتالي هو مش هيرتاح معاها، مش هيكون حاسس بنوع من الراحة عشان هي مش بتديله الإيثار، أو عفوا مش بتديله الثناء الاستعطافي، فبالتالي هيتوجه ناحية من يشبعه في هذه الرغبة، إخواته وإخوانه والدته أو بعض أصدقائه المميزين اللي هو ليهم معاه في العمل وينفق عليهم. مظاهر ممتازة، الثناء له حفز عنده هذا الشخص. اكتب العبارة تاني أستاذ شيماء، أنا مش عارفة أفهمها، هل همته عالية؟ همته عالية. لا حضرتك هو مسوف، وهنشوف الوقت يعني ايه همته. همته عالية امتى؟ لما تستثير عاطفته تجاه عمل شيء. يعني حضرتك الآن يا الله من صفر، طيب ادعوا يا جماعة كده ربنا ييسرها ان شاء الله. لما بيكون هو عنده نوع من لا اله الا الله محمد رسول الله، الثناء سبب له نوع من الاستعطاف ونوع من افراز الهرمون، يكون عنده همة عالية وايثار في انه يخدم الاخرين، بدون ما يشعر بهذا الاستعطاف من تجاه الاخرين لن يقدم لهم خدمات، سيكون انسان المسوف في العادي، الإنسان اللي يعني اللي يحب الراحة إلى حد ما. لكن عايزين نتكلم على يعني على الجانب الآخر من هذه النقاط اللي هي تعتبر يعني عايزين نقول احنا قلناها بصيغة سلبية، لكن هو عنده إيجابيات عالية إنه ممكن يشتغل في العلاقات العامة. ما تقدرش تحط فيه الإنسان لا المتفرد ولا المشاعري، الاتنين بيملوا بسرعة، بيزهقوا. مين يقعد في العمل المكتبي؟ مين يقعد في المكاتب مثل هذا النمط؟ هو والنمط التحليلي الودي او الودي التحليلي، ينفع في الوظائف اللي تحتاج صبر وطولة بال وعاطفة وود. هذا النمط من ضمن لغة جسده، او عشان نعرفه تحس انه انحناء، عنده انحناء في اكتافه، فيها نوع من الاحتواء، فيها نوع من الاحتضان، دي بطبيعته تلاقيه حتى في مشيته في قعدته غالبا ما تغلب عليه هذا الوضع في اكتافه، على عكس النمط الاول تلاقي اكتافه عريضه ومفروده، عنده ثقه بالنفس. النمط التحليلي بين هذا وذاك، طبعا في كل نمط له يعني لغه الجسد العاليه بتاعته، وازاي بيمشي وازاي بياكل وحاجات كتير جدا في كل نمط، لكن زي ما بقول انا بحاول اركز على بعض النقاط اللي هي تغنينا عن باقي التفاصيل اللي ممكن تعمل لنا صداع وفي الاخر تحس انك ما خدتيش اي معلومه. دوستي على الوتر اللي بيعمل اكثر مشاكل لهذا النمط للاسف الشديد. هو كسول يعني، خليني انا دايما بحب استخدم استاذ احمد عبد المجيد، احب استخدم الالفاظ الايجابيه او الالفاظ اللي احطها في موضع. هو ممكن فعلا انسان يكون كسول، بس انا هقول لحضرتك ليه هو بيوصل لكده. هو انسان يحب النوم، جهده قليل،
نظر للهرمون اللي بيفرز عنده. عشان بس نعذر يا جماعه، احنا لما بنقول للزوجه كده او نقول للام كده ان بنتها، فبتتفاعل مع مشكلتها او بتتفهم معها، وبعدين تبدا تدور على حل، لان حل المشكله اني اتفهمك واني افهم انت ليه بتعمل كده، وبعد كده ممكن اقدر ادور على حل. لكن الاشكاليه ان انا ارمي التهم دائما ان ده تقصير منك، مش هعرف اوجد حل. فاحنا بدايه لما بنبدا نقول لصاحب المشكله ان هذا الشخص لديه هرمون يتسبب في هذه الامور او هذه الصفات في شخصيته، بيبدأ يتعاطف معه، وبالتالي نصل إلى أرض وسط نبدأ من عليها مع بعض عشان نتجنب نقطة الكسل، لأنه بيؤثر النوم شوية. الهرمون بيخليه ينام فترة أطول، خاصة انتبهوا عشان اللي هياخد مشروع التخرج، أنا قد أدي هذا النمط، النمط الودي التحليلي، الودي التحليلي، الهرمون اللي بيفرز عنده هرمون مركب يسبب له نوم كثير، تلي يؤثر النوم في أي وقت. يعني عندنا النمط المتفرد يمكن ينام في وقت غير الوقت بتاعه، لكن هذا النمط اللي انا بتكلم عليه الودي، خاصة الودي التحليلي، ممكن ينام مثلا زي الوقت، وقت عشاء، وقت مغرب. لكن النمط المتفرد والنمط الاخير المشاعري مستحيل ينام في وقت غير وقته، حتى لو كان سهران، الا في حالات قصوى. لكن الطبيعي بتاعه حتى لو نعسان مش هيعرف ينام او ياخد جرعات نوم كثيره، بالعكس ياخد جرعات نوم قليله ويقوم نظرا للهرمون اللي بيفرز عنده. لكن هذا النمط بيفرز عنده هرمون مركب لو كان ودي تحليلي، بيسبب له عدد ساعات نوم طويله، يحس من اقل مجهود انه تعب. عشان نعذره يا جماعه، لان يعني للاسف الشديد هذا هو، يعني هذا هو قدره، وهذا هو قدر من يعيشون معه. لكن عنده من الإيجابيات العالية جدا أنه إنسان عنده طول بال للشخصية العصبية. يعني إحنا خلينا نقول أن كل شيء له النقيض بتاعه وله الـ 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 الأمر اللي ينفعه. يعني الإنسان العصبي جدا، إنسان اللي هو ما بيتمركش نفسه، لو خد شخص زي كده أو تعامل معه في عمل بشكل مستمر، ممكن الأمور ما تزبطش إطلاقا ويعني يختلفوا كتير. فبالتالي هي محتاجة شخص يكون هادي شوية، متعاطف شوية، وأيضا هو ياخد واحدة متعاطفة زيه وهكذا. أما في فرق العمل، في لو كنت على رئاسة عمل أو الجروبات أو فرق العمل، يفضل أن يكون الفريق متكامل. طب إزاي؟ يعني إزاي أحط نمط سريع وإحنا الوقت خمس أفراد جروب، كلفنا بعمل مؤتمر، بعمل حفلة، بعمل أي شيء في المكتب. طيب قول لي إزاي أن إحنا ممكن يعني نتكامل وما نتخانقش مع بعض، وانا واحد اعصابي هادي قوي، بطيء جدا او بطيء، باخد الامور بتفاصيل، تحب تشرح لي كتير، وعندي نمط تاني عايز يخلص بسرعه، قول لي ايه الاهداف، قول لي ايه اللي مطلوب مني، وعندي نمط تاني بيسمع الحاجه بالراحه جدا وممكن تتوه منه الكلمات، في نمط رابع مش عاجبه كل الشغل ده لانه تقليدي وعايز شيء ابداعي جديد. ازاي نعمل فريق عمل، وازاي احنا نحكم عليه ونقول ان المفروض فرق العمل يكون جروب متكامل مع بعض؟ هل ده ممكن؟ يعني الافضل اني اخلي فريق العمل يكون متجانس مع بعضه، كلهم زي بعض او قريبين من بعض، ولا يكونوا متكاملين كل الانماط موجودة؟ انتوا شايفين ايه؟ طيب هو واضح ان انتوا اللهم امين يا رب يسر ولا تعسر. يعني ايه الحلوه في النمط ده؟ استاذ شعبان تقصد في النمط الودي؟ هنقول حاضر، يعني ايش الاشياء الايجابيه في النمط ده؟ حاضر ماشي. كنا هنسيب له مشاكل ينام في وقت، في اي وقت وفي اي مكان. ممكن يكون شخص ودي تحليلي ويكون صبي. يعني ايه يعني ايه استاذه شيماء؟ يعني ايه ويكون صبي؟ مش عارفة. ويكون عصبي. ويكون عصبي. ممكن يكون شخص ودي تحليلي. لا 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 اطلاقا اطلاقا اطلاقا، هذا الشخص بعيد تماما عن العصبية. هذا الشخص بعيد تماما. الودي وتحليلي انت جمعتي بين نمط اصلا استرخائي اللي هو التحليلي، بطيء، هادي، وحطيتي معاه الودي اللي هو يحب العاطفة وما يحبش تسرعي أبدا في أي حاجة، ويحب إن يعني مش مشكلة الدنيا مش هتخرب. يعني إيه انت تاخدي قرار بسرعة، ويعني إيه احنا ممكن نخرج، ويعني إيه لأ الأمور بعد. فهذا النمط الودي التحليلي بعيد تماما
بعيد تماما عن عن انه يكون عصبي اطلاقا. طيب ممكن واكيد المدير المتفرد والمنفذ التحليلي والعلاقات العامة الودي. طيب لا أحد الأستاذة منال، لا أنا ما أقصدش كده، يعني هم دول في مكان، لكن أنا عايزة أتكلم الآن حضرتك عايزين كل دول في وقت واحد هيجتمعوا مثلا خلال 3 أيام ويعملوا مشروع ويعملوا حاجة مع بعض. حضرتك هتسمي المدير المتفرد والمنفذ التحليلي والعلاقات العامة الودي، أنت عايزة تقسمي الشغل بالطريقة دي. لا خليني أقول لك إنه ممكن هم هيكونوا متساويين، يعني مثلا إحنا دلوقتي جروب مع بعض وهنعمل مؤتمر، اخترنا واحد مننا هو اللي هيكون مسؤول عننا وهيبدأ يقسم علينا الأعمال. الآن المدير اللي هو المتفرد ممتاز هيبدأ يقول لي أنا مثلا امسك أنت العلاقات العامة وأنا ودي كويس، جاء يحاسبني على اللي كلفني بيه لأني ما عملتوش. ليه ما عملتوش؟ والله هي الدنيا مش هتخرب يعني، ما لحقتش النهاردة، صحيت متأخر، فيش مشكلة يعني. طب إزاي؟ طب يجي التحليلي، يجي التحليلي يكون عامل خطة وعاملها زي ما هي موجودة قبل كده، زي جاب الشيء اللي كان معمول من زمان وبدأ يقلده، فدخل على الود وقال له لا أنا ما أقدرش أنفذ وما أقدرش أتجاوب معاك، إحنا هو إيه الجديد في الموضوع؟ إحنا عايزين حاجة جديدة. إيه الجديد؟ لا أنا مش هشتغل معاك. فهمتيني؟ يعني ممكن يكون طيب إيه اللي يحكمنا؟ يعني إيه اللي يخلي ممكن فريق متكامل في مكانه عشان يبقى فيه تكامل؟ طيب ده حضرتك لو احنا اللي يعني ماشي تقييم المشروع الى اعمال تتناسب هو ممتاز، لازم يكون انه مختلف عشان يكملوا مع بعض. ممكن يكون عصبي التحليلي، لا انتوا مصرين ليه ان التحليلي عصبي؟ هقول لكم ايه اللي بيلتبس عليكم. لو هو داخل مع المتفرد ممكن يكون عصبي، لكن لو تحليلي فقط لا هو مش عصبي. عصبي في حالات بقى شديدة جدا جدا، انتوا عارفين الحليم اذا غضب بس يعني في حالات شديدة جدا، مش يعني هو والودي، ودي تحليلي دي استبعديه، يعني مش عايز اقول استبعديه، لا بيكون بعيد شوية عن العصبية. انا بتكلم يعني الا اللهم الا بقى اصابه شيء يعني، دي حاجات تانية، لكن الطبيعي بتاع حياته مقارنة ببقية الانماط الاخرى لا هو ما هواش عصبي، خاصة ودي التحليلي. لكن التحليلي لو دخل مع نقيضه اللي هو المشاعري ممكن يكون عصبي، ولو دخل مع المتفرد ممكن يكون عصبي الى حد ما، لكن الودي تحليلي لا، تحليلي بس لا. يكونوا مع بعض في مجال العمل لو ما فيش تفاهم وتقدير الانماط يبقى فيه مشاكل، صح؟ طيب انا هقول لحضراتكم ان يعني انتوا كلكم مؤيدين ان يكون جروب متكامل من كل الانماط، وما تأيدوش ان يكونوا متقاربين في النمط او زي بعض في النمط، صح؟ واضح من كلامكم او من مشاركاتكم كده. طيب ليه؟ لان لو انا هحطهم كلهم متفردين بغض النظر ان ممكن يختلفوا، مين يكون القائد، ممكن يكون يختلفوا ويزعقوا مع بعض، طبعا هيبقى في تنافس شويه الى حد ما على قياده الامر، ده عايز يقول رايه وده عايز يقول راي، لكن في نقطه مهمه، هيطلع العمل بصبغه واحده، لكن لما يكون عندي كل الانماط هيراعى فيه الوضع الاجتماعي والحقيقه والعلاقات العامه والحالات النفسيه، هيراعى فيه الابداع من النمط الرابع، هيراعى فيه التخطيط التنفيذي الجيد جدا والتنفيذ الدقيق لما سيخطط له ولما سيخول له، وهيراعى فيه المتابعة من القيادة بشكل جيد، فبالتالي العمل. طيب ازاي برضو ما زال السؤال، نصل انهم ما يختلفوش مع بعض. طب ازاي ممكن في الحياة الأسرية يختلفوا وما يقدروش يعيشوا مع بعض وهم نمطين متناقضين تماما، لكن في الحياة العملية؟ الحياة العملية بيربطنا فيها لوائح ونظم وقوانين وعقاب وتحقيقات. يعني لو حضرتك كنوع مشاعري مبتكر متجدد ادوك ميزانية معينة عشان هتعمل فيها المؤتمر، وانت شفت ان في فكرة جهنمية، فكرة خطيرة عايز تجربها، لكن هتكلفك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بدين من زمان. فرحت حطيت نص المبلغ اللي معاك عشان تجيب بيه الحاجات اللي هتعمل ديكورات بيها المكان او عشان تجهز للمؤتمر. جم يسألوك فين بقيت الفلوس، قلت لهم والله انا جبت بنصهم كذا والباقي اهو اللي مكتوب، الباقي مش هيكمل، طب انا اعمل لكم ايه؟ لا هنا بيربطني لائحة، هنا بيربطني قوانين تخليه يرجع. يعني هنا النمط اللي هيكون مبدع ومبتكر وممكن يضيع الفلوس بشكل غير منظم وشكل فوضوي، هتربطه هنا القواعد واللوائح والأنظمة، بالتالي قبل ما يفكر يصرف الفلوس هيرجع نفسه.
لكن لو في حياته الاسريه محدش هيراجعه، وزوجته مش هتقدر تراجعه، هي فلوسه وهو حر فيها. فبالتالي في الحياه الاسريه بتختلف عن جروبات العمل في الحياه العمليه، لان الحياه العمليه بتربطهم لوائح ونظم وقوانين. وفعلا زي ما انت قلت ان انا ممكن اقدر احط كل واحد، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين، العرض وصل. لا اله الا محمد رسول الله. كنا بنقول ايه؟ فبنقول ان اللوائح والنظم والقوانين بتخليه يقف عندها، وبالتالي هتجنب مشاكل. النقطه الثانيه ان انا ممكن زي ما انت قلتوا القائد انا اخليه يكون في المكان بتاعه والتنفيذي، ومع بعض العلم ومع بعض المعلومات واللوائح هتخليني تظبط ان المسوف مش هيقدر يقول له انا ما عملتش النهارده، لان هو لو ما عملش هيتاخد جذا. فنقطة التسويق هتكون موجودة، مش هترتدع بالكامل، بس عايز أقول لما نكون في فريق عمل هتحد هذه الصفة باللوائح والقوانين إلى حد ما عما يكون في حياته الشخصية، حياته الشخصية في البيت. طيب حاضر، ماشي، شكرا. طيب أقرأ. أنا شايف أن تحليل الودي بيكون دايما هادي عشان هو مستمع جيد وبيقدر يفسر الأمور تفسير جيد غير متفرد تماما. طيب احنا أستاذة ريهام احنا ما اختلفناش، ما هو ده اللي احنا بنقوله، أن الودي والتحليل وإنسان هادي ومستمع جيد، كل الأمور دي بتؤهل شخص أنه يكون يعني مش عصبي. يعني انت بتأيدي كلامي أو بتردي على الإخوة اللي هم قالوا ممكن غير متفرد فعلا. والله أنا مش فاكرة رقم الشريحة الحقيقة، بس هو أكيد هيكون بعد 38، ممكن هيكون بعد 38، أول يوم 38، وأعتقد تاني يوم عدينا يمكن حوالي 12 شريحة، لكن مش فاكرة تحديدا أي شريحة. هو التحليل الودي بيكون عنيد؟ هقول لحضرتك على حاجة، لأ هو التحليلي عنيد، لكن لما يدخل معاه الودي هتفرق معاه الأمور شوية. وانت كده بتجرينا يا أستاذة مي للواجبات اللي هنديها لكم. ماشي، التحليل الودي هيكون اقرب الى التمسك برايه عما يكون الودي التحليلي، لا هيكون مستجيب عن الودي لا. لكن لما هيدخل معاه واحد مرجعيته خارجيه اللي هو الودي، والتحليلي مرجعيته داخليه، فممكن هتلاقي الامور بين هذا وذاك، لكن تميل اكثر الى النمط الغالب اللي هو النمط التحليلي، لكن مش هتكون زي ما يكون تحليلي مثلا متفرد، او كان زي ما يكون تحليلي مشاعري او تحليلي فقط. نعم، الانتقاد ممكن انا اغير الشرايح. طيب حضرتكم ممكن لو هتختاري، يعني حضرتك اختاري بعد ال 38 عشان ننجز بس في الوقت ده، انا بقت الساعه 8 و11 دقيقه. طيب هنستكمل هذا الشخص ايجابياته لولا هذا الشخص في المجتمع لعشنا حياه جافه جدا. الاستاذ اللي كان بيسال لعشنا حياة جافة جدا، لولا هذا النمط يدخل مع النمط المتفرد ويدخل مع النمط التحليلي كانت الحياة 1+1=2 فقط، ما فيهاش أي نوع، مش ما فيهاش أي نوع من العواطف، ما فيهاش عواطف اللي احنا بنحتاجها بالذات بعد كبر سن. لو هو نمط حتى متفرد وتحليلي بيحتاج هذا النوع من العواطف الجياشة، مجرد إن أحس والدتي وأحس والدي، إن أبقى حن عليهم، مش مجرد إن أجيب لهم أكلة أو أخدمهم فقط، لا هم عايزين كلمة طيبة، عايزين طبطبة، عايزين المحبة بالشكل الاحتوائي بتاع الودي. فإحنا لولا الودي في الحياة وفي المجتمع كانت الحياة جافة جدا، وكان زي الجبل، كانت زي الخضرة اللي بدون ماء تموت. فإحنا محتاجين هذا النمط. لكن الإشكالية اللي إحنا بتواجهنا في الحياة العملية، عشان أكون واضحة معاكم، إن أتمنى إن هذا النمط يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعته، عشان يقدر هو أكتر واحد بيتعب، يعني أكتر واحد بيتعب مع ما يعني بيتعب ويتعب اللي حواليه، بس هو أكتر واحد يعاني. طيب يعني انا اتمنى لو في حاجات شخصيه ممكن يكون على صفحه الفيس او على الايميل، عشان بس ما ندخلش الامور الشخصيه. الاستاذ شعبان ما عايز تعرف العصبي اعمل ايه، يعني انا مش فاهمه السؤال، بس يعني هو حضرتك بتقول ان هي كده تمام، ما هي الوظائف. لا معلش، الدعم الفني استاذه سهى، لا لسه بعد ال 38 كان اول يوم، لا لسه يمكن حوالي 10 شرايح تانيين، معلش لو تابعت مع استاذه سهى. لا لا لا، مفيش اسف ولا حاجه، انا احتراما بس لخصوصيه كل الاشخاص يعني، لكن انا برضو مش فاهم السؤال. يعني حضرتك بتسال ان هي عايزه تعرف يعني ايه عصبي، او حضرتك بتكون عصبي ليه؟ يعني ممكن نسال السؤال بدون ما ندخل فيه العائله والاسره، عشان نحتفظ بخصوصيه كل الحضور. ايوه شويه كمان. هي العصبيه، انا حضرتك العصبي ولا هي العصبيه؟ احنا زي ما اتفقنا قبل كده، لو حضرتك كنت حاضر معانا قبل كده، العصبيه بتاتي من الهرمون اللي بيفرز هو التستوستيرون عند النمط المتفرد، بتخليه انسان جريء سريع، عنده حركه، عنده سرعه حركه، سرعه انجاز، اتخاذ قرارات. فبالتالي انسان لما تواجهه ببرود
اتعصبوا على طول، يصل الى سرعه الانفعال. فبالتالي هذا الشخص لابد ان يعالج هذه العصبيه وسرعه الانفعال بضبطها بوسائل الدين وبوسائل التدريبات التنميه البشريه. يعني يبقى في ما شاء الله وسائل كثيره جدا في العلاج، علاج للنفس، سواء النفس زي ما قلنا الحاقده، او النفس اللي هي زياده العصبيه، او المسيطره، او المسوفه، كل دي اللي هي بتبقى فاقده الثقه بالنفس. كل ده ليه تدريبات الان في التنميه البشريه ان شاء الله باذن الله ربنا من علينا بهذا العلم، لعله وعسى ان احنا نقدر نستفيد منه لخدمه الدين ان شاء الله. التحليلي امس كان مرجعيه الداخليه كان يقدر يتغلب على نقطه المرجعيه الداخليه؟ ده سؤالك يا استاذه مي. مرجعيه الداخليه كان يقدر يتغلب على نقطه المرجعيه الداخليه، يعني ازاي هيتغلب عليها؟ هيتغلب عليها ازاي؟ هو لو هو عارف ودرس وعارف اثر هذه النقطه على حياته في خطورتها في بعض القرارات، طبعا مش كل القرارات اكيد، في بعض القرارات ممكن يعدل منها شويه ويتذكر حينما يريد ان ياخذ قرار، يتوقف مع نفسه ويفتكر ان مرجعيته داخليه، فلابد اني استشير حد. طيب ماشي يا سمعت. طيب مش مشكلة لو يعني هو بس عشان الدورة مش زوجية، أنا أتمنى إنها تكون دورة زوجية إن شاء الله في المستقبل، نحدد دورة زوجية، وأتمنى إن يكونوا زوجين موجودين مع بعض في خلال الدورة، هي تسمع وهو يسمع ويطبقوا، عشان الحياة تكون فيها تخلو من المشاكل اللي إحنا بنعاني منها بشكل كبير جدا. زمان يمكن كنا بنقول المجتمع الخليجي، لا للأسف الشديد وصل إلى المجتمع المصري بشكل كبير وبشكل مقلق. فيعني انا اتمنى يكون في المستقبل ان شاء الله في دوره، والزوجين يكونوا موجودين مع بعض عشان يسمعوا، وما فيش اسرار تتقال، كل واحد يعرف نمط التاني ويعرف نقاط الايجابيه عشان يستمتع بيها، ونقاط السلبيه يتعاونوا في معالجتها مع بعض، ثم مع الاولاد، ثم في مجال عمله. يعني احنا عايزين نكون شموليين في الكورس بتاعنا، ان احنا بناخد كل الاطر بقدر استطاعتنا من الوقت ان شاء الله. هاضم لحقه دائما. طيب انا اعتقد ان رديت عليك يا استاذ احمد على الفيس او على الايميل، وان شاء الله برضو يكون لينا تكمله باذن الله. يعني تحليلي ودي ممكن ما تكونش مرجعيته داخليه. التحليلي الودي هتكون مرجعيته داخليه اقرب الى الداخليه، لكن قلت لحضرتك ان الودي مرجعيته خارجيه، فبالتالي هتعدل شويه من حده المرجعيه الداخليه، لكن يبقى الأولوية للداخلية، لكن هتكون أقل حدة. الأفضل يكون مشاعري مع تحليلي أو مشاعري مع مشاعري. أستاذة سارة حضرتك بقى بتسألي سؤال، هو ده اللي هيكون مشروع التخرج، وهنخلي ده وقته لوقته ماشي، عشان نتكلم فيه سواء كان على الصعيد الزوجي أو إن كان على الصعيد العمل. إحنا اتكلمنا على مستوى العمل إن كجروب يفضل إن يكونوا كلهم مع بعض فرق، واللي هينظمها ويحد من الاختلاف، لكنها الخلاف حتما سيقع. يعني خليني أكون منطقية، حتما سيقع، لأن لا يمكن تطلبي من الودي أن يكون بدرجة انضباط التحليلي حينما يحاسبه أنت ليه رحت عملت كذا، أو القيادي القائد المتفرد لما يجي يحاسبه لا يمكن هيأدي العمل كما هو توقعه التحليلي او كما كلفه به القيادي المتفرد، اكيد هيبقى فيه خروقات، فممكن يتعصب عليه، لكن احنا بنقول هتخف حدته بشكل كبير جدا عما بيكون في حياته الاسريه. طيب انا ودي تحليلي. طيب ماشي، امال مين اللي بيتعصب في البيت لما الودي حضرتك ودي تحليلي ما فيش عصبيه خالص؟ ربما تكون هي بقى يعني. طيب ممكن يكون نظرته بعيدة ويفكر بعيد. ممكن، لأن التحليلي عادة بيبص للمستقبل، قلنا إنه زي غابة وعليه إنه تفكر. معلش الأستاذة سهى، إحنا هنقلب يعني هناخد شريحة بعد كده أو أكتر، لا لسه ليه في حوالي 5 شرايح بعد دول، الأستاذة سهى الدعم الفني بعد دول، بعد دي ب5 شرايح ربما يعني. طيب ممكن يكون ودي تحليلي نظرته بعيدة، قلنا ماشي. ممكن حلو كتير استاذ سهاد، يعني ايه ممكن حلو كتير؟ طيب زي ما انتم شايفين اللوحات اللي مرت علينا، احنا قربنا خلاص، معلش اعدي كمان شريحه برد. طيب ماشي استاذ سهاد، معلش اعذرينا ان احيانا الامور بتقطع معايا عشان بشوف الشريحه وبشوف ردودكم. طيب احنا ما زلنا في النمط الودي، وبنقول ان ايجابياته لولا وجوده معانا في المجتمع، ولولا وجوده في المجتمع لكانت الامور جافه جدا في حياتنا. اشكاليه هذا، او يعني عايزه اقول من ضمن متطلبات هذا النمط، يريد دائما الكلمه الطيبه، ما يكونش فيه صوت عالي، ما يحبش النبره اللي فيها زعيق، ما يحبش النبره العاليه الصوت العالي، لا يحب الصوت الهادي، يحب في الدخله والطلعه يكون في جو هادي، ما يحبش. وبرضه النمط التحليلي كذلك، النمط التحليلي ما يحبش يدخل البيت يلاقي كله سماع هص، يعني كما ينبغي هو داخل البيت لازم البيت يكون
طيب ماشي أستاذة ريحان، عذرك معاكي إن شاء الله. طيب الأفكار والتجديد، هي بعد الشريحة دي مباشرة يا أستاذة، أستاذة سهى معلش، بعد الشريحة دي مباشرة هنبدأ إن شاء الله. طيب بنقول لا إله إلا محمد رسول الله، كنا بنقول إن هو الإنسان ده من ضمن متطلباته في الحياة إن يحب دايما يكون في اللي هيسلم عليه يسلم ويطبطب، ممكن المتفرد السلام عليكم من بعيد، لكن يسعد جدا هذا الشخص إنك تسلم عليه بالإيد، يسعده جدا إنك تتصل عليه من وقت للتاني. لكن المتفرد والتحليلي، المتحليلي يحب الاهتمام، لكن المتفرد تحديدا يعني إيه كل شوية مثلا زوجته تبعت له رسالة أو كل شوية تتصل عليه؟ لا، هو مش عايز هذا الإزعاج، هو مش صغير عشان تقعد تسأل عليه، لكن النمط التحليلي يريد من يسأل عنه، يريد من يبعت له رسالة، يريد في مجال العمل إن يعامله باحتواء، باحتواء وحنان، ويشعروا ان احنا في مجال علاقات انسانية مش مجال ورقة وقلم وقرارات وانظمة. هذا المناخ يؤذيه جدا وما يحسش انه مرتاح، ولذلك في مجال العمل يسعى الى عمل علاقة داخل اصدقائه، يفطروا مع بعض، يشاركوا مع بعض في جمعية، مش عارفة يجيب مع بعض انشاف محلي يقول لهم، يعيش جو اسري داخل العمل عشان يقدر يتكيف ويروح مجال العمل وهو مرتاح. من خلال يعني من غير هذا المناخ لا يرتاح في هذا الجو في العمل. هو يحاول يخلق هذا الجمال، وهو اللي يتبناه، وهو اللي يحاول انه يضحي ويخدمهم كلهم. طب انا هجيب لكم المحل الفلاني فيه كذا، والجمعيه التعاونيه كذا، وتعالوا نجيب مع بعض، وهكذا يعمل جو اجتماعي داخل المكان اللي هو عايش فيه، وهذا احنا بنحتاجه. يعني ما اقدرش نقول ان هو انسان، لكن انا بركز بس على نقطتين او ثلاثه في شخصيته اللي للاسف ممكن بتعمل له مشاكل كتير جدا في حياته، ان لم تكن زوجته او المحيطين به متضررين، يعني ان لم يكن فيهم قريب من نفس النمط بتاعه، لكن طبعا مش نمطه خالص. انا مش عايزه اجاوب عشان نشوف بس مشروع التخرج انتوا ايه وجهه نظركم في ان الامور تمشي ازاي بين الزوجين المتشابهين وبين الزوجين المختلفين، وايهم يكون افضل يعني. طيب هل العصبي يقدر يعيش في بيئة غريبة عنه أم لا تأقلم؟ هي العصبية ملهاش علاقة يا أستاذة سهاد بالمكان، هو ممكن النمط التحليلي اللي ما بيحبش، يعني ما بيحبش التغيير كتير، وانتمائه للمكان اللي هو فيه انتمائه عالي، يعني الانتماءات عنده عالية قوي، الانتماء لبلده، الانتماء للقرية، الانتماء للشارع، يعني الانتماء للأسرة، الانتماء للعائلة. خديها بالترتيب كده، هو إنسان انتمائي، إنسان بناء، يحب الأسرة وتكوينتها إلى يصل إلى بلده، يعني حتة إنه يتنطط كتير وإنه يروح ويجي لأ. فهي العصبية ما أعتقدش إن ليها علاقة بإنه يعيش في بيئة غربية، ولا قصدك بيئة غريبة، بيئة غريبة عنه أو حتى بيئة غريبة عنه. يعني هو عدم التأقلم، عدم التأقلم بشكل عام ممكن يسبب الإنسان ضيق، لكن يعبر عن ضيق وده إزاي؟ ممكن مثلا الإنسان الودي يصاب بشيء من الاكتئاب، مش هيكون عصبي. الإنسان التحليلي لو في بيئة غريبة ومش عارف يتأقلم هيزيد عنده الانتقاد. الإنسان العصبي اللي بطبيعته ممكن يعبر عن ضيقته بشيء من العصبية، لشيء من العصبية، فده راجع لطبيعة النمط، لكن يعبر عن ضيقته ازاي؟ اما بعصبية او اما بشيء من الاكتئاب او اما بانتقاد، ده على حسب نمطه. ممكن، عفوا، ممكن يكون انسان فيه نمطين اثنين. طبعا الاستاذة مليك منها لسه جاي، احنا اتكلمنا وقلنا انه ممكن يكون مضبوطة. لا معلش استاذة سهى، انا قلت لحضرتك انا عايزة الشريحة اللي بعد دي، هي دي الشريحة الـ50؟ لا أنا عايزة الشريحة اللي بعديها اللي هي بداية النمط. أيوة، شكرا 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 لحضرتك. هو الودي مش بيحب إن يقول أنا عملت كذا وكذا، هو يعني هو بينسى نفسه، يعني ما بيحبش يتكلم عن نفسه إطلاقا، لكن في وقت من الأوقات لما ياخدوا الود أو في عمر معين يبدأ يتكلم عن أنا كذا، ويبدأ يعني يحب يدعي أنه له غراميات شوية، أو إنه يعني يعيش الخيال اللي كان يتمنى إن يكون عليه. لكن اللي كثير الكلام عن نفسه وعن إنجازاته النمط التحليلي، يعني النمط التحليلي اللي ممكن يتكلم عن إنجازاته، أنا عملت أنا عملت، كلمة الأنا إلى حد ما ممكن تكون موجودة عنده شوية. لو معاه الشمالي كمان، الشمالي ممكن لو خد باله يعني ممكن ينهي كلمة الأنا من كلامه، لكن الودي إنسان مضحي،
انسان مضحي من اجل الاخرين. واحنا عايزين نشوف الصوره دي ونبدا بقى مع بعض. الشخص الودي يعبر عن مشاعره كثيرا حتى يحس بالامان الشخصي. ممتازه استاذه ريحانه، فعلا بيحب يعبر عن مشاعره وبيبقى يعني متوقع ان الاخرين هيديله نفس الكم من المشاعر. فايه اللي بيحصل لما بيجيتش منهم؟ ياخد جنب شويه ويزعل مع نفسه شويه، وبعدين يروح يراجع تاني وراجع تاني بدون زعل. غير التحليلي، التحليلي ممكن يرجع مره واثنين وثلاثه ويكون زعلان، لكن النمط ده بينسى تماما فعلا. يعني عنده التسامح عالي جدا، العفو عالي جدا، على فكرة عالي جدا. انا مش عايزة اقول شخصيات على لألا يعني اخطئ في تقييمها من الصحابة او من الشخصيات البارزة ومواقفهم في الحياة، لكن النمط الودي بيكون انسان عنده العفو والتسامح عالي جدا فعلا، صدقا بشفافية، ما بيخزنش. هو كده بينسحب، هو بيزعل وينسحب مع نفسه وينسحب الى ان يجد مبررات كثيرة جدا للآخرين يدخل الحياة من تاني. بس لو مع التحليلي، لا، مش هتكون بهذا الشكل، مش هتكون معاه بنفس الشفافية هذه يعني. فلذلك هم قلة، لأن عشان يكون قلة إن يكون ودي فقط بنسبة عالية كتير، عالية قوي، عشان يكون التسامح والعفو عالي قوي. لكن لما يكون معاه التحليلي، لا، ما بيكونش التسامح بشكل بنفس الشكل اللي أنا بقوله، لكن هو كودي فقط ممكن فعلا يكون إنسان راقي جدا في مشاعره، راقي جدا في تعامله مع الناس وحساسيته وخدمته ليهم، لكن ساعة ما بيجرحوه ياخد جنب إلى أن نفسه تصفو مع روحه، وبعدين يبدأ يرجع للناس ويجد لهم أعذار. لو الاتنين تحليلي ودي، حضرتك استاذه ما تقصدي الزوجين ولا مين؟ برضو ما تجرجرنيش، عشان هو ده مشروع التخرج اللي هكلفكم بيه. بس التحليلي شخص هادي وحريص، نعم احنا ما اختلفناش. هل العصبي بيسامح ام لا؟ الانسان العصبي بيسامح، ويمكن هي دي الميزة. حتى في، يعني مش عايز اخوض في حديث قد يكون هو موضوع او شيء، ان هذه بتلك، يعني هو انسان عصبي لانه بيقول زي ما بنقول احنا اللي على قلبه على لسانه. انت زعلتني، انت عملت فيا، انت مش عارفه، انت ليه اخطات، انت مش قلت لك تجيب لي كذا وكذا وما عملتوش، وخلاص طلع اللي عنده. وبالتالي الشخص اللي قدامه لما بيتدارك هذا الموقف ويعامله يعامله معامله جيده، بيرجع يقول له انا اسف ومفيش اي شيء، والامور بتنسى تماما عنده. ودي يعني دي صفه موجوده عند المتفرد، ان كان معاه نمط اخر. التحليلي ممكن مش هيخلي عنده الامور يعني بسهوله، لكن غالبا المتفرد بيسمح بسهوله. لكن لو هو المتفرد معاه المشاعري، ده متقلب المزاج، ده برضه بيخزن الى حد ما، ولا يقبل منك انك تقعدي تحاولي تبرري له، لا يقبل مبررات. لكن المتفرد يقبل المبررات، هو يندم بعد، ممكن بيندم. ودي مش عايزه اقول بتكلم دايما دي مشكلته، لا، هي ميزه وعيب في نفس الوقت، لان كثره ندمه وكثره اخطائه ممكن تفقده هيبته، خاصه لو في مكان قيادي يعني. فلذلك ننصح هذا الشخص ان يضبط عصبيته ويضبط انفعاله عشان الا يهدم شخصيته، الا يهدم هيبه ووقاره شخصيته لو هو في مكان على راس عمل او حتى بين اصدقائه بشكل عام، لانه هو بيخطا كتير فيندم كتير ويعتذر كتير، وبالتالي ده مش هيكون جيد. يعني قصدي لو التحليل الودي بيحب برضه انه يتكلم عن نفسه. التحليل الودي، لو هو التحليلي ودي بدايه ممكن يكون بيحب يتكلم عن نفسه، لكن ودي تحليلي لا، هتختفي شويه عنده. طيب نبدا ناخد الشريحه الاولى، احنا هنحاول ننجز سريعا فيهم عشان تاخدوا بريك ان شاء الله. ايه رأيكم في الشريحة دي بسرعة؟ اخد مشاركة او اتنين، ايه رأيكم؟ هي في شريحة مشابهة ليها كانت في النمط الاولاني، بس في فرق، بيتحمل المشاكل. ممتازة استاذة سارة. التاني لو تفتكروا كان في صخرة هو بيدفعها لقدام، تحمل الصعاب، يتحمل المشاكل، بيضحي فعلا فعلا. طيب ايه احسن شخصية فيهم؟ الأستاذة فاطمة، حضرتك واضح إن يمكن أول يوم النهاردة، عشان إحنا قلنا في البداية مفيش حاجة اسمها يعني مين أفضل من التاني، كل واحد دي إجاباته سلبية، يضحي، نعم، كل المسؤولية عليه، قوة شخصية، نعم. طيب عشان ننجز في الوقت، هو فعلا يختلف عن النمط اللي قبله في الصورة اللي إحنا كنا حاطينها، إن هو التاني بيدفع الصعاب لأن عنده أهداف كثيرة ومعتقد أن الحياة صراع وبيضخم الأشياء فهو بيدفعها، لكن هذه هي هموم الناس، هذه هموم الآخرين،
هو يريد أن يحملها وأن يزيحها عنهم. فهو إنسان يتحمل. معلش الشريحة التانية يا أستاذة سهى، أنا مش عارفة من عندي، ممكن الشريحة اللي بعديها أشوف كده هل ممكن من عندي. لا، هي الشرايح مظبوطة عندكم على الشاشة ولا مش كاملة على الشاشة؟ اللوحة التانية ماشي كاملة، خلاص ماشي وأنا ظبطتها. طيب ايه رأيكم في الشريحة دي؟ واضح ان الطفلة مفزوعة جدا، مش كده؟ عشان ننجز بس، هو عايز اقول بيتأثر بأي شيء سريعا، يتأثر بأي شيء حتى ولو ما أظهروش. يعني ممكن يخفي دموعه، خاصة لو هو ودي تحليلي، لكن هو لو هو ودي فقط ممكن دموعه تنزل سريعا حتى لو كان رجل. ومش عايز اقول يعني ما بيخجلش، هي بتبقى غصب عنه، بيحاول يداريها عن الاخرين، لكن يكون يتاثر قلبيا جدا 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 عن اي شيء. مجرد طفله حتى زي كده هو ممكن يتاثر انها اتفزعت ويجري عليها ويخاف عليها. يعني انا راح اقول لكم، وقلت المثال ده قبل كده، لو طفله مثلا وقعت في البيت، ابن او بنت، ردود افعال كل نمط مختلفه. النمط الاولاني ممكن على طول يجري، مش عارفه انا قلت لك يعني ممكن يتعصب، والتاني يقول لها انا يعني النمط التاني ممكن يقول انا مش قلت لك ما تمسكيش الكوبايه يا ام، اب هتنكسر بايديكي، ويطبطب عليه. هم النمطين الاولانيين يقصدوا ان هم خايفين على الطفل بشكل عملي. الشكل العملي انك انت لو ما مسكتيش الكوبايه الازاز وهي وانت صغيره في السن، واحنا نبهنا عليكي قبل كده ما كنتيش وقعتي. لكن النمط اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الودي، ايه اللي هيعمله؟ يجري عليها بسرعه ويطبطب على ايدها ويبوس عليها، واهم حاجه يا حبيبتي ما تكونش اتكسرت، واهم حاجه انت ايدك عامله ايه. يعني مش مشكلة، يعني بنت أو ولد، معلش يعني مش مشكلة، احنا كله موجود، احنا مش يعني مش جروب مغلق الآن أو شيء. أعرف أضراره وعلاجه، يعني مش مشكلة تدخل بأي اسم. فهو على طول بيتفاعل مع المشاعر والأشياء اللي هي موجودة حواليه بسرعة ويتفاعل معها. هو الودي فيه تقمص عاطفي؟ لا، يعني إيه تقمص عاطفي؟ ما بيتقمصش، هو فعلا عاطفي، يعني هو ما بيتقمصش الدور، لا هو بيكون عاطفي فعليا فعليا. الشريحة اللي بعدها يا أستاذة سهى، أنا أتمنى لو تقولي لي ممكن يعني. أيوة الشريحة اللي بعدها. طيب انا ممكن وجدت عندي. لا لا انا مش عايزه اغير من عندي، حطيتك غيرتي عشان ما نخبطش الدنيا. لا هي في شريحه قبلها، معلش. طيب احاول انا اغير من عندي، انا ما بقتش انا عارفه تحليلي ودي ولا ودي تحليلي. طيب حضرتك من خلال الارقام انت ما عبقتي الاستبيان؟ لو عبيتي الاستبيان هيساعدك كتير جدا، هيساعدك كتير جدا في انك تعرفي. ومع الحياه انت يعني كون ان انت قدرتي توصلي بانك نمطك تحليلي ودي او ودي تحليلي، ده انجاز. كون ان مع الحياه ان شاء الله يوم واثنين وثلاثه واربعه مع الكلام اللي احنا بنقوله هتقدري مع التجارب تقدري تميزي يا ترى انت بتميلي للانضباط والدقه اكتر ولا بتميلي للتسويف او لا. وهنا هتقدري تحددي مين فيهم الاول. انت لو ما قدرتيش تجيبي من ال انا تهت اه تهت آه تهت بين الانماط، شفت؟ عشان كده انا بقول لكم انا مش عايزه معلومات كتير جدا، هي في الاول والاخر يعني كم نقطه تقدر تحدد لك النمط، وبناء عليها هتقدر تتفاعل مع الايجابيه والسلبيه، مش محتاجين ناخد كل الامور حواليها. طيب حضرتك تهت لان انت كنت كل مره يا استاذ احمد عبد المجيد. ايوه شكرا يا استاذ سهية دي، عشان حضرتك كنت من الاول كل ما نقول نمط تقول انا حاسس ان ده فيا، انا حاسس ان ده فيا. فانا كنت بقول لكم يا ريت تعبوا الاستبيان، وان شاء الله احنا بعد ما نخلص النهارده، او خلينا لو نقول بعد مثلا لو تحبوا ناخد بريك ممكن الساعه مثلا 10، او ناخد ممكن بريك بعد شويه، خليني بس اخلص ده بعد ربع ساعه، ممكن ناخد بريك 10 دقائق او حتى 5 دقائق عشان تقوموا تغيروا. انا اتمنى تقوموا تغيروا وضعكم عشان تيجوا بنشاط جديد وتشربوا ميه. ممكن في الوقت ده لو حد حابب يقول نمطه، او بعد ما نخلص النهارده ان شاء الله تقولوا لي الارقام بتاعتكم وبناء عليه ممكن نتفاهم مع بعض ونشوف ايه اللبس اللي حصل عندكم. لكن هو ده يعني عرض طبيعي، عرض طبيعي ان انت حاسه انك مشوشه وحاسه الامور، بس كون انك وصلتي انك ودي تحليلي او تحليلي ودي، ده يعتبر شيء فين يا دكتوره؟ هو موجود، فممكن الدعم الفني يقولوا لك. انا زوجته ايضا متابع حضرتك. طيب ماشي، يعني انا بالنسبه لي ما تفرقش، كل واحد ونيته اللي داخل بيها عادي، يعني ما فيش مشكله بالنسبه لي. طيب فما تهوش، لا ان شاء الله هتطلعوا بنتيجه وما تقلقوش، واحنا هنكون مع بعض في من خلال بعديها لو في حد حصل عنده لبس. طيب من ضمن بقيه الصفات زي ما قلنا هيلب، زي ما هو موجود كده في الصوره، هو بيحب مساعده ان الاخرين يساعدوه.
يعني شوفوا المفارقة العجيبة. يعني هو ممكن يكون يقدم خدمات لوالدته ويقدم خدمات للآخرين في مجال عمله، لكن يجي لحد البيت، واعذروني إن كنت أنا بؤس بهذه النقطة والله، لأجل إني يعني أنبه هذا الشخص إن كان زوج أو زوجة إلى هذه النقطة اللي لا يفقهها الكثير، لابد إن ينتبه أن بتعمل مشاكل، وأنت في حل من هذه المشاكل أكيد أنت كزوج وزوجة عايزين تعيشوا سعداء مش عايزين مشاكل. هذه النقطة، مساعدة الآخرين على حساب مساعدة البيت، مش على حساب مساعدة البيت بس، ده مفيش مساعدة في البيت خالص، ده الأمور بتتم بشيء تسويفي عالي جدا جدا جدا. هو يريد إن اللي في البيت يساعدوه وهو بيساعد الآخرين. فانا اتمنى ان هو ينتبه للامور ده، لكن احنا بنراعي ان هو قلنا الهرمون اللي بيفرز عنده بيخليه انسان يميل الى النوم، يميل الى الراحه، يميل الى انه يخلد الى التلفزيون، يقعد كده مع نفسه، يقعد مع الاولاد فقط، لكن يقعد مع زوجته ويحب يقعدوا يتكلموا مع بعض، وبخاصه لو كان زوج يحب قوي، يعني مش مهم التلفزيون، ممكن نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، لكن اي انجاز في الحياه الاسريه ممكن يكون فيه نوع من التقصير بشكل واضح. يحتاج لمساعدة عند تفاقم الأمور عليه. هي الحقيقة هي بتتفاقم، يعني هي بتتفاقم عليه، إلا إن كان هو عالم بهذه النقطة عنده فبيحاول يعالجها، فإن شاء الله الحياة عنده بتكون مظبوطة، ويعني وبينتبه ليها، والمشكلة عنده إن هو يا جماعة ما بيحسش إن عنده إشكالية، هو بيشعر إن الآخرين هو المشكلة عندهم هم. يعني مثلا إيه اتأخر عن الأولاد من جايبه في المدرسة أو عن الميعاد 10 دقايق، هو مش شايف ان في مشكله انه اتاخر عليك لو انتوا هتخرجوا مع بعض مثلا نص ساعه ساعه، ولا في مشكله عنده انه ما اتصلش عليكي، هو مش شايف ان دي مشكله. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نتقابل مع بعض ما يكونش ما حدش فينا زعلان، بس يعني ازاي تيجي لا هو شايف كده. انا اقول لكم حتى في نقطه يعني كبيره بتيجي في المشاكل لما يكونوا اتنين مع بعض، هذا النمط يحكي، خدوا بالكم من العباره، يحكي ما شعر به ولا يحكي ما يحدث. هنا بتحصل مشكلة كبيرة، وهي انه بيدعى عليه انه كذاب، بيدعى عليه انه كذاب. كتير بتجيني مشاكل كده، وممكن تكوني عارفة انت الشخص دي لا يمكن دي تكذب، والشخص ده مش معقول هيدعي عليه. طب يعني اين اللبس، اين اللبس في لانه هذا الشخص اللي هو الودي، ولو مع التحليلي كمان، هو بيضخم الامور وبطيء في استقبال، مش بطيء، هو بياخد المعلومة متدرجة، فلو في حد بيتكلم أحيانا سريع زي كده شوية ممكن تفوته 3 4 عبارات وهو واقف عند العبارة الأولى لسه. فهو يحكي ما يحدث وما وقف عنده من مشاعر، وكمان بيضخمها ويروح يحكيها. يجي الآخرين يقولوا ما حصلش اللي هو قاله، وهو يقول والله ده حصل، لأن هو ده اللي شعر. وتحصل هنا مشكلة ان يدعى لي انه احيانا كذاب في بعض المشاكل، لكن هو يا جماعة مش كذاب، هو بيحكي اللي بيشعر بيه، شعر بيه من الموقف اللي حصل قدامه، مش بيحكي اللي سمعه، هي دي مشاعره. احيانا يعني انا راقبت بعض الانماط دي في طريقة استقباله للمعلومة. هقول لكم وجدت ايه، لو انت بتتكلم 3 4 عبارات ورا بعض معظمهم تكاليف، هو وقف عند العبارة الأولى وبص تحت عند قلبه أو في الأرض وسرح، ولو سألته أنت معايا هيقول لك أيوة أنا معاك، تقول له أنت معايا يقول لك أيوة أنا معاك. بعد شوية لما يبدأ يفوق تسأله هو إحنا قلنا إيه، مش هيقول غير العبارة الأولى، ويحلف لك إن أنت ما قلتش الكلام اللي أنت بتقوله. طب جات منين؟ هقول لكم من المتابعة الدقيقة لمثل هذه الأنماط. هو وقف عند العبارة الأولى وبدأ يشوف تأثيرها، مثلا لو أنت مكلفه أو في الفصل مكلفاها أن تلم الدفاتر وتروح توديها الفصل وتروح تقول للمدرسة الفلانية أن احنا هنعمل كذا وكذا، هي وقفت عند الأولى التكليف الأول فقط، أنك هتلمي الدفاتر أو الكشاكيل من البنات، وسرحت في أن لو بنت ما ادتنيش الدفتر طب انا هلمهم كلهم، طب والبنت اللي انا زعلانه معاها لو قربت منها هعمل ايه. يبدا تفكيره يشتت وينظر نظره شموليه لكل اللي ممكن يحصل معاه في هذا الموقف، ده اللي هو الودي التحليلي، ومش منتبه للامرين او الثلاثه اللي بعد كده. فما تيجي تساليها انا مش قلت لك روحي اعملي كذا، هتقول لا والله انت ما قلتيش يا ابله، ما قلتيش يا استاذه،
يعني انا قلت وهكذا. فانا تبعت هذا النمط بدقة، لقيته بيقف عند العبارة الاولى ويسرح بيها، وممكن يكون سارح تحت او فوق او في اي مكان، وتسأله انت معايا يقول لك ايوه معاك، وبعدين ينتبه ويقول لك انت بتقول ايه. فاللي منكو شاف الوضع ده يديني واحد، اللي شاف وضع زي كده يديني واحد بالظبط كده، لا يكلف الا بعمل واحد بالظبط. انا عايز اوصل لكده بالظبط. ممتاز، كلكم شفتوا كده ممتاز. يبقى هذا الشخص لا يكلف من خلال التجربة إلا بعمل واحد، وتكرره عليه مرة واثنين إلى أن تتأكد، تقول له إحنا قلنا إيه، بس طبعا بوسائل مختلفة، عشان لو أنت مع مدير أو مع شخص كبير، مع الوالدة مع الزوجة مع الزوج، مش هتتعامل معاه كطفل يعني، لابد إن هو لا يركز، هو بيركز في الأمر الأولاني، وبعدين اللي أنت قلته هو مش معاك فيه خالص. أنا بس عايز أرجع مركز. هي كان في الأخت أو الأستاذ شعبان أو زوجته بتقول ان ما جاوبتيش على سؤالي، مش عارفه هو السؤال اللي هو ايه، العصبيه، مش عارفه هي تقصد ايه يعني، لو تعيدي سؤالك تاني. طيب انا انتقل للشريحه اللي بعديها يا استاذه سهى. الشريحه اللي بعديها الناس اسم فلكل ولا ذنب وما يعتقدون. هو انسان زي ما قلت متسامح، انسان عفوي بشكل كبير جدا. بس ولا ودي تحليلي؟ لا، هو لما بيكون ودي تحليلي يا أستاذ خالد بتكون الأمر كبير معاه، لكن ودي بس، ودي بتبقى حالات نادرة، لا مش هيكون الأمر معاه كده. لكن ودي تحليلي بيضخم، هو هيسرح في الأمر وما تكلفوش غير بأمر واحد ممكن، لكن عشان يدعي إن ده ما حصلش أو مش هيسمع منك بقية الأوامر، لأنه تحليلي بيضخم الأمر ويبدأ يدرس. يعني انا لو قلت كذا، طب لو رحت لميت الدفاتر هيقول لك، فهي بتفرق، موجوده في الودي التحليلي بشكل اكبر من الودي، لكنها موجوده برضه في الودي. بس في شيء واحد استاذه مروه، هل وهو مقيد؟ مش فاهمه يعني هو مقيد. حكيم، هو استاذه ريحان هو فعلا حكيم، لا يستفز بسرعه، ينظر للامور بنوع من الاتزان والصبر، فيعني اللي احنا بنسميه يفرز يعني، عارفين باللفظ، مع انه هو انسان يعني احنا محتاجينه في المجتمع، احنا محتاجينه بشكل كبير في بعض الوظائف. تحليل لا يبادر بالتعرف على الناس، ده بيحصل في المذاكره ولا ده حاجه تاني؟ لا بيحصل في المذاكره. يا ده انت حضرتك استاذه ساره، يعني احنا لو هنفتح في موضوع المذاكره والطلبه عايزين 3 ايام صراحه. يعني اشكاليه هذا النمط، حتى ان قريبا من فتره كانت ام بتقول لي البنت بتحلف لي، بتقف عند جملة في اللغة الإنجليزية مش عارفة أترجمها وتعيط وتبكي وتقول لا أنا مش عارفة أذاكر، طب ما تيجي نذاكر الباقي، لا أنا مش عارفة دي، يعني هي خلاص مش، وتبكي كأن الدنيا خربت وهتسقط، حتى لو ذاكرت الباقي هي خلاص مش عارفة تتجاوب من دول، ما وقفت عند العبارة دي. فيعني أحيانا في وضع المذاكرة، لا والبنت عفوا ده كانت في الجامعة، يعني أنا عايز أقول لك مش طفلة يعني في الجامعة. فالنمط ده الى حد ما بيحتاج معامله، وعايز اقول لك يعني احنا لو هناخده كطالب كمان، هو يحب يتعامل يذاكر في مع ناس، ما يحبش يذاكر لوحده. المتفرد والتحليلي يفضلان العمل او العمل على انفراد او المذاكره على انفراد، لكن النمط الودي والودي التحليلي ممكن يفضل او ان يكون مع اخرين في المذاكره. فاحنا لو هندخل في اطار تفاصيلي هناخد حاجات كتير جدا. يعني تحليل يفكر ويحلل قبل أخذ القرار، هل عاطفته تقيده؟ هل عاطفته تقيده عن إيه؟ يعني إيه تقيده؟ أضرار العصبية وعلاجها. طيب ممكن الأستاذ شعبان وزوجتك يعني خلي الحاجات دي، ممكن يعني إن شاء الله نحاول أنفعكم بيها بشكل تفصيلي أكبر وأكبر عن طريق الجروب في الفيس، عشان بس ما ناخدش الوقت، لأن هو مش ده الموضوع اللي هيكون الأساسي في الكورس. يعني هل الودي اجتماعي أكثر من المتفرد؟ طبعًا استاذه سهاد انت فين معانا من الاول؟ الودي اجتماعي جدا، ده هو ابو الاجتماعيه، يعني هو لولا الودي ما توجدت الاجتماعيه اساسا، وما توجدت الصبر على الصداقات، والصبر على مش على الاصدقاء يعني، والصبر على الناس في تحملهم في مهما يحصل منهم. لا الودي اجتماعي بدرجه اولى، المشاعري او التعبيري هيكون اجتماعي، بس اجتماعي بمزاجه، اجتماعي بمزاجه، لكن الودي اجتماعي عالي قوي. هو التحليل انطوائي، نعم استاذه ريهام التحليل انطوائي،
متفرد ودي يكون ازاي؟ متفرد ودي يكون ازاي؟ ايوه استاذه منال، انت كده جبتي النقيضين صح، وده اللي احنا هنجاوب عليه في الاخر. بس فكروني، هل الودي مشاعري عصبي؟ هل الودي المشاعري عصبي؟ نعم، بس لو كان مشاعري ودي، لو كان مشاعري ودي هتجدي جزء من العصبية عنده، لكن مش هتكون عصبية زي المشاعري المتفرد. المشاعري المتفرد الأمر معاه صعب شوية. طيب هل مشاعري التحليلي عصبي؟ المشاعري التحليلي كده انت حضرتك برضو قلتي النقيضين، واحنا هنجاوب عليه في الاخر. طيب ننقل على الشريحة اللي بعدها يا استاذة سهى. طيب احنا زي ما احنا شايفين هذه الطفلة، عشان بس احنا مش عايزين ناخد وقت اطول من كده، هنعدي ومش هنقول رايكم فيها ايه. فيها جو من المرح، في جو من الراحه النفسيه للتعامل مع هذا الشخص من خلال الطفله الحبوبه اللي وجهها دايما بشوش، يعني هو هكذا هو الشخص. معلش ممكن نقلب يا استاذه سهى. المشاعر التحليلي عصبي، جاوبت قبل كده وقلت ممكن هيكون في جزء من العصبيه، لانه المشاعر عصبي، عصبي متقلب المزاج اصلا، الهرمون اللي عنده هنروح له ان شاء الله دلوقتي متغير. معلش ممكن تشيل لنا الخطوط، خلي الشريحه تكون واضحه يا استاذه، معلش تعبتك معايا النهارده، نشيل الخطوط من على الشريحه. لا لا لا، هنرجع للشريحه. ايوه انا عايز اشيل الخطوط، هي متغطيه ممكن ولا مش ممكن يا استاذه سهى؟ طيب الهرمون اللي بيفرز عند هذا الشخص للأسف مش ممكن. طيب عموما يعني احنا قلنا معظم اللي موجود، بس انا يعني ما فيش اشكالية، خلينا نتكلم عن الهرمون. الهرمون اللي بيفرز عنده اللي هو الاستروجين، والهرمون ده بيخليه يتمتع بالخيال، يعني حتى انه لما بيكون طفل يجي يحكي قصص خيالية حصلت معاه في المدرسة. ولو كان في سن المراهقة يبدأ يعني يتمنى ان بيعمل كذا وكذا وكذا، لكن هو انسان ما عندوش الجراءة الكافية انه ممكن يقلد الاخرين في، معلش، في اللي بيعمله الشباب في هذا السن. زي ما بقولنا انه يرى الصورة كاملة، يعني زي ما قلت لكم هي كلفتها بانها تلم الكشاكيل من البنات. طيب انا هلم من دي وانا مخصماها، ودي لما اروح عندها صاحبتي هبقى اقول لها الكلمه بصوره عنده كامله، وهو بمشاعره بيسرح بخياله عندما يؤمر بتكليف معين. طبعا يحب جدا التعزيز من الاخرين، وزي ما قلنا كده الثناء الاستعطافي. جميل قوي هذا الشخص الودي التحليلي في المشاكل، يلجأ إليه الأشخاص الآخرين بأريحية عالية، وهو محل ثقتهم، لأنه إنسان غامض صعب إنك تقدري يعني تجرجريه في الكلام عشان تعرفي أسرار الشخص اللي حكى له، فهو يأمنه بشكل عالي جدا. اهتمامه بالوالدين ورعايته ليهم أمر عاطفي جميل جدا، وده أحيانا بيعمل مشكلة عند الأسر، في الأسر والبيوت الزوجية، لأنه أحيانا بيعلي قيمة على قيمة، وطبعا الوالدين لا، يعني لا أحد يتكلم في قيمتهم ولا يتكلم في برهم، لكن بعض الآباء للأسف الشديد بيستغلوا هذه الطيبة عند بعض الأبناء، ويبدأوا يستغلوه على حساب أسرته وحساب بيته، سواء كان في مصاريف أو غيره، وهو بيكون مضطر إنه يودهم ومضطر إنه يبرهم. الود خيالي، خيالي على غير، يعني خيالي بذهنه، لكن ما بيسقطوش على الواقع، غير التاني، يعني التاني خيالي ويسقطوا على الواقع، اللي هو النمط الرابع اللي احنا هنتكلم عنه بعد شوية. الصوت مش واضح خالص، يبقى واضح يبقى هو المشكلة عندك انت يا أستاذة ريهام، لأن للأسف مش ممكن. هل المشاعر طيب لمن يعاني مشاكل الصوت؟ طيب ماشي كده احنا بنقول، فهو عنده اشكاليات بس، او نقطة الضعف اللي عنده هي التسويف، وانه يتحرك بالعواطف. لو واحد في الشغل، زميله في الاتوبيس في التاكسي، حكاله وقدر يستميل عاطفته ممكن ياخد منه اللي هو عايزه. طبعا هو مش بهذه السذاجة يعني، لكن عايز اقول ان بتحرك قراره بناء على تحريك عواطفه، والعواطف الـ يعني ايه اللي هي، انا بحس ان مفيش غيرك هيحل لي هذه المشكلة الاستعطافية.
ماشي. فيعني اتمنى من الزوجه ان كان زوجها بهذه الشخصيه ان تتفهم شخصيته وتحاول انها يعني تتكيف معاه وتحاول تحل له المشكله دي، ويحطوا نقاط مع بعضهم وسط، عشان بنشوف كتير من المشاكل بسبب هذا النمط. لكن احنا نتمنى وجوده في الحياه، لانه زي ما قلت لكم هو منبع العاطفه. طيب خلينا تحبوا ناخد بريك ولا نستكمل؟ احنا بيفترض ان احنا هنخلص الساعة 9:30، صح؟ مع الودي التحليلي. نعم، استاذة مي بتقل نوعا ما مع الودي التحليلي، لكن هي اشكاليته انه بيبقى عايز نستكمل كلكم كده، محدش عايز ناخد بريك. طب يمكن انا احب اخد بريك بس 5 دقايق اشرب ميه واجيلكم. ماشي، ممكن ناخد بس بريك ولو 5 دقايق. بس هرد على السؤال. فين التسويف؟ بتقل عنده، لكن اشكاليته انك بتحطي انسان اصلا مسوف وبطيء استرخائي مع انسان بطيء اي ايضا استرخائي، ويريد ان يعمل العمل بدقة شديدة جدا. يعني لما بتكون ام بتعمل مشكلة مع بناتها ومع أولادها في البيت، لأن هي عايزاهم كما ينبغي، عايزاهم ماشيين على خط سكة حديد، عايزين تمشي بالورقة والقلم بالألف والياء. لو هيعملوا معاها حاجة في البيت غالبا مش هتقبل عملهم، لو هيساعدها في المطبخ هتقول لها هو إيه اللي أنت بتعمليه ده، لو كانت متفردة تحليلي متفرد هو إيه اللي أنت بتعمليه، ممكن تتعصب وما تقبلش عملها. لكن الودي التحليلي ممكن تقبل عملها وممكن تعلمها، بس ممكن ترهقها معاها لأن هي عندها صبر إنها تعلمها. فاللي جنبه إن ما كانش نمطه متقارب إليه شوية ويتحمله مش هيقدر. يعني لو بنت مثلا متفرد شمالي متفرد تحليلي، تيجي مع الام الود التحليلي هيكون الامر صعب شويه، لان دي سريعه وعايزه تخلص، والتانيه عندها الام يعني دقه شديده واتقان للعمل وعندها سعه صدر، فانها تستنى عليها لما تعمل بالكيفيه اللي عايزاها الام. لكن لو هي مش هيجي لها صبر، مع السلامه انا مش عاجبني شغلك، قومي ما تعمليش ما تساعدينيش، خلاص مش عايزه. لكن ده عنده صبر وصبر انك تنجز العمل بنفس الدقة، فممكن تعمل مشاكل مع بناتك او ابنائك في البيت او مع ابنائك لو انت هتكون هذه الصفة. انا اتمنى من الاباء والامهات ان ينتبهوا لصفة عدم الانتقاد للابناء، عدم كيل الاتهامات والحكم السريع والانتقاد على كل صغيرة وكبيرة، وإن احنا يعني نعاملهم بنفس نمطنا. أنا عايز الأمر بدقة وشدة وإتقان بنفس كيفيتي. الآن احنا خدنا 3 أنماط، لابد إن احنا نعرف إن الناس كلها بتختلف عن بعض، مفيش واحد زي التاني تيبيكال. لابد حتى ولو في نمط ودي تحليلي ممكن المجتمع والبيئة اللي تربى هذا الشخص غير المجتمع والبيئة اللي تربى فيها هذا الشخص الآخر، والظروف اللي مر بيها الشخص الأول غير الظروف اللي شاف، لا يمكن هتلاقي 2 تيبيكال من بعض. طيب نكمل. أنا بس أتمنى هاخد بس ولو 3 4 دقايق بس، 5 دقايق وعدم إحباطهم. أيوة ممتاز، الودي متسامح، ممتاز، ماشي. 5 دقايق فقط. الآن الساعة 9:02، عفوا عشان عندكم انتوا 8:52، خلينا أقول و55 دقيقة أكون عندكم إن شاء الله. ماشي، ده عايزينه 10 دقايق يا أستاذة سهى، ربع ساعة. في ناس عايزة ربع ساعة، لا كتير عشان احنا اتأخرنا كتير، عايزين نخلص يعني 5 دقايق، عايزين 10 دقايق. أنا بقول 5 دقايق كفاية لو الدعم الفني ما عندوش مشكلة. طيب ما عندوش مشكلة، 5 دقايق بس يا جماعة، ماشي 5 دقايق خلاص. يعني الساعة إلا 5 خلاص، 8 إلا 5. يعني السلام عليكم. السلام عليكم، سامعني؟ عليكم السلام. طيب قمتوا بريك ولا ما قمتوش؟ كله موجود، عشان لازم تغير موضوعك بعد فترة من الجلسة عشان تكون أنعش وأكثر يعني استجابة للي هيتقال ان شاء الله. احنا طيب اتمنى ان الكل يكون موجود ان شاء الله باذن الله. طيب احنا ما زلنا في النمط الودي، ودي الاشياء اللي بتزعجه وكيف ان احنا نوصف الاشياء اللي بتزعجه. انك تلزمه بمواعيد، يعني مثلا لو عايز تخرج ما تقولوش انا هخرج الساعه 7 بساعه محدده. فيعني فعايز اقول ان الزوجه او الزوج
اللي معه يعني مثل هذا الشخص، لان زي ما قلنا في مجال العمل بيحكمه لائحه الى حد ما، هو بيحاول يستجيب ويجي في المواعيد لانه يعني هيتحقق معاه او هيتخصم من راتبه، يعني في لائحه او في القوانين بتجبره انه لازم يروح في المواعيد الى حد ما، لكن هتلاقي برضو مازال نوع من التسويف في انجاز العمل اللي هو مكلف بيه في المكتب او في المدرسه. تلاقيه مثلا في المدرسه ممكن بيعمله على اخر وقت، ممكن يكون عنده مثلا يومين ثلاثة المفروض هيحضر شيء جديد، يجي على آخر وقت ويروح بادئ ويحس إنه مضغوط ويحس إن الأمور معاه. فلذلك كتير جدا من النمط ده لما يجي يكلف بعمل، من ضمن ألفاظه اللي دايما تتقال إنه ملحقش، إن الوقت كان ضيق، إنه مضغوط، خاصة الود التحليلي. الود التحليلي دائما هذه الكلمات على لسانه، الوقت ضيق ما بيكفيش، مش عارف يعمل ايه ولا ايه. ولو انت جيت شفت ايه اللي بيعمله هتلاقيه يعني مقارنة بالنمط المتفرد هتلاقيه اضعافه 10 مرات. لكن عشان هو انسان بيعمل العمل من اخره او بيقعد في فترة طويلة عشان يؤديه بشيء من الاتقان او بكثير من الاتقان، فبالتالي ما يقدرش يعمل غير عمل واحد في وقت طويل. فهذه الالفاظ دايما بتكون بيستخدمها النمط هنجاوب حاضر. دايما يستخدم الالفاظ دي اللي هو ان يعني الوقت مش مكفي، العمل وتعبان ومرهق، وتبص لحجم الانجاز اللي هو عمله تلاقيه قليل جدا. فلذلك مثل هذا الشخص لا يعول عليه كثيرا في الاعمال يعني التنفيذيه، لكن يعول عليه في الاعمال العلاقات الاجتماعيه، الاعمال اللي فيها علاقات، فيها استقبال، فيها ترحيب وهكذا، يعول عليه. لكن كامور اجرائيه تنفيذيه تخلصه لا، هو ممكن يتحط على الريسبشن بس يكون جنبه، ودي اللي انا كنت هقولها بعد كده بس خلاص نقولها دلوقتي. عشان يبقى العمل جيد انا احط واحد في الاستقبال يكون وجهة ليا كمبتسم ويتحمل الناس ويتحمل الزحمة وهو ما زال مبتسم ووجهه على الاقل لم يتعصب، واحط جنبه واحد تاني متفرد بينجز بسرعة عشان يخلص الناس اللي واقفه، والا لو هو على ريسبشن او على اي مكان مثلا في مستشفى او على بنك، او طبعا البنك لابد ان يكون واحد بس ما بيكونش اتنين. بس احيانا انت الاجراءات اللي بيكون ملزم بيها هذا الشخص في العمل بتضطره انه يخلص بسرعه لان هو شايف قدامه طابور طويل ولازم يخلصه والساعه بقت كام، فغصب عنه بيضطر يحرك. لكن يبقى انه ابطا من غيره، يبقى انه ابطا من غيره في الانجاز. يعني مثلا تلاقي واحد على شباك في بنك او في مدرسه او في اي مكان تلاقي بيخلص اللي ممكن اللي جنبه الودي التحليلي يخلصه مثلا في ضعف وقته. فهي بتبقى طبيعه بشريه لو اتوظفت في مكانها بيبقى رائع جدا وجميل جدا في المكان اللي فوق، لكن اشكاليته ان لما يتوظف في مكان مش بتاعه بيجد المشاكل. ايضا موضوع الفلوس، يعني ان كنتوا حابين ان احنا نتطرق للامر الاسري شويه ممكن معالج نفسي، لو حابين نتطرق لبعض النقاط الاسريه ممكن تقولوا لي او نخليه شامل وننهي. فايه رايكم؟ اسمع رايكم او اكتبوا لي اللي حابب يديني واحد شامل الأسري عموما عشان ما نطرقش. بس هي يعني هذا الشخص في نفقته المادية بيفضل ان يعيش على جمعية، يعني يعيش بجمعيات، يعيش بان يكون في معه احد يدبر له اموره الماديه، لانه يعني الوضع معاه مش بس هو جميل انه ممكن يسيب الزوجه او يسيب صديقه او يسيب امه او يسيب اخته او اي حد ممكن يسمح له بانه ياخد منه فلوس، قول له اعمل كذا، طب خد ده مصروفك وانت اتصرف فيه وبعدين ده نشيله لك عشان تتجوز وعشان تجهز نفسك او عشان تجيب عربيه او عشان هنودي الاولاد المدرسه. بيقبل هذا الامر، بس يقبله ازاي؟ لما تكون الزوجه متفهمه لطبيعته وهي فيها جزء من نفس النمط بتاعه العاطفي، فبالتالي تلتقي العاطفتين فيقدروا يتوازنوا مع بعض او يقدروا يتفاهموا بلغه واحده. بس هي المشكله ان هي ما تكونش زيه بالظبط، ما تكونش زيه بالظبط في نفس النمط التركيبي. فعشان تكون هي منضبطه شويه فتعدل النقطه اللي عنده ان هو تسويفي، يعني تقديره لبعض الامور بيكون مشاعري اكتر منه منطقي وعقلاني. طب احنا هنصرف منين؟ انت دلوقتي اندفعت والاولاد قالوا لك هات كذا وكذا ورحت اشتريت وجبت، طيب احنا هنصرف بقيه الشهر منين؟ ومثل هذه الأمور. فبيحتاج معه حد يراجعه، بس يراجعه بالطريقة المناسبة لهذا النمط. لو راجعته بطريقة مش مناسبة لكيفية التعامل مع هذا النمط هيكون إنسان، عارفين إيه اللي بيحصل؟ بتقولي حضرتك من هنا وهو بيطلع من هنا، الكلمة الدارجة اللي عندنا في مصر،
يعني بيسمع من ود وبالتانية بيطلع منها ومش هيسمع الكلام. فحضرتك هو محتاج تتعاملي معاه بنفس منطقه، هيكون مستجيب ورائع جدا وزوج متفاهم جدا، والامور معاكو هتكون فيها يعني اعمل كذا نعمل كذا مع بعض مفيش مشكلة. لكن لو عملتيه بمعاملة مش مظبوطة، وهو كذلك برضو شامل وبصفة عامة، هيكون الـ يعني مش هتاخد، هيطلع من هنا يقول لك حاضر حاضر، زي ما نقول كده هو انسان بيسمع وما بيسمع يعني، خلاص بيقول حاضر بس، حاضر ما بتزعلش حد، بيقول حاضر لكن ما بيعملش. طيب قلنا الزام المواعيد، الحزم وعدم تقبل الاعتذارات، يعني لما يجي يقول لك والله انا كان عندي ظروفي كذا، انت كمتفرد او كمتفرد تحليلي تحس ان الاعذار اللي بيقولها دي مستفزه والله، يعني الحضور انا بقول لكم هذا الامر من واقع التجارب، يعني حتى حضراتكم افتكروا تذكروا لو انسان متفرد وجاء شخص في مثل هذا النمط جه يقدم له اعتذارات، تحس ان هذه الاعتذارات ما هي الا وهم، يعني انت كواقف على شباك تقول والله اصل الدنيا حر والقلم ما كتبش والدنيا زحمه وقاعد اكتب وكل ده بكتبه. طب ما هو زميلك اللي جنبك بنفس الجو ونفس الاقلام ونفس الزحمه لكن انجز اسرع منك، يبقى اذا احيانا اعذاره بشكل عام ما بتكونش مقبوله، لذلك احنا يعني ممكن تخسريه بسبب ان انت كل شويه ممكن تنتقدي هذه الاعذار، خاصه لو كان مع الود التحليلي اللي هو يجي يضخم الامور. تعبان وجاي لسه من الجامعه وركبت المواصلات، طب ما كل الناس عايشه على كده، ايه الجديد يعني؟ يعني ايه الجديد في اعذارك انك لا تجيدي العمل او لا يعني لا تتقني العمل او لا تفي بوعودك؟ الجديد كل الناس تعيش نفس المأساة اللي انت بتحكي عليه او هو نفس اللي بيحكي عليه. فبالتالي عدم تقبلك لاعتذاراته وتسويفاته. طيب فبنقول ان ايه، تتقبليه بهذا الامر عشان يتعامل معاكي بشكل جيد وبشكل ايجابي، وهتلاقي او حضرتك هتلاقي او حتى في مجال المدرسه لو او في مجال العمل لو تقبلت اعتذاراته هتكسبه كصديق رائع ليك وكمدير، يعني حتى لو مديرك وجاي بيكلفكم باعماله انت مش عاجبك طريقه شغله لابد انك تتقبل اعذاره. واحنا بنقول الكلام ده على الان كده، لكن في لحد الواقع التجريبي بتلاقي نفسك مش قادر تتملك نفسك، اقل شيء وجهك سينتعض من الاعتذارات والتسويف الغير مبرر على المره. فلابد انك تضبط اعصابك يا نمط يا متفرد يا تحليلي مع هذا النمط، ان جه يقول لك عذر معين عشان ما تخسروش، بالعكس انت لو كسبته هتقدر تفعله ويبدا يشتغل معاك ويبدا يتكاتف معاك ويضحي معاك ويبذل اكتر مما لو انت عملت العكس. الضغط عليها او عليه بيزعجه او يزعجها جدا شخصه، يعني لما تضغط عليه زي ما قلت كده، انت قلت له 3 اوامر او قلت لها 3 اوامر، مش هي اخرها مش هتعمل غير امر واحد، فانت ليه بتتعب نفسك وتقول له اعمل كذا وكذا وكذا؟ فانت اعرف من الاول ان انت وانت جاي هتجيب عيش وتجيب كذا وكذا وكذا، لا معلش انت ركزي على طلب واحد، وان قدرتي ممكن تكتبوه في ورقه، ده بيبقى حد اخر غير انا بتكلم على امور تانية. لو في امور البيت ممكن هتريحي نفسك، ممكن تلاقي الامور الورقه وقعت برضه، يعني ما عندوش اي مشكله، ممكن الورقه تضيع وما يلاقيهاش حطاها في مكان ما لقاهاش، يعني الامور مش هتكون مزعجه قوي بالنسبه له. فحضرتك لازم تكوني طويله البال، او هو يكون طويل البال، او لو حضرتك مدرسه لازم تكوني طويله البال، او مع مديرك لازم تكون طويل البال. شرح اكثر من فكره او امر قلنا برضو يربكه. نقاشك المنطقي العقلي يستفزه جدا على فكره، يعني هو بيتعامل، وهنا انا مش عايزه ادخل في اطار زوجي بحت في هذه النقطه، يعني بس هضرب لكم مثال. لما تيجي الزوجه مثلا تكون هي نمط مختلف عن نمطه، تقول هو المفروض زي ما قلنا امبارح ان النمط التحليلي دائما يستخدم كلمه المفروض ويجب، ما يجب وما هو المفروض لابد انه يتم عمله. هو مش المفروض يعمل كذا وكذا، مش المفروض ان هو يتعامل معانا، مش المفروض ان ولاده عليه، مش المفروض ان يعمل كذا، مش وهكذا لائحة المفروضات والواجبات. وهذا الشخص اللي هو الودي لا يعترف بكلمة المفروض ولا يعترف بكلمة الواجبات والحقوق، ويعترف بشيء اسمه العاطفة، ومن خلال العاطفة اعمل ما تريدين فقط، يعني مدخله العاطفه، مدخله الابتسامه، مدخله الاستعطاف، الاستعطاف الاثاره الاستعطافيه، او يعني عشان تكلميه بشيء من الاستعطاف. مش عايزه اقول الذل، لان بعض الزوجات تقول لي وانا مش، لا مش هذلله، لا في نوع من الاستعطاف اللي هو بيديله شعور ان انا ما فيش قدامي غيرك يعملي هذا الامر، بس مش بشكل ذل. زي الوالده كده، زي ما ضربت مثال في الاول ان الوالده بتديله او الام بتديله شعور ان هو منقذ وما لقيتش حد غيره يعمل لها العمل ده وهكذا.
فالنقاش المنطقي العقلاني ابعدي عنه تماما، حاولي تستخدمي او حاول تستخدم الالفاظ اللي فيها مشاعر. هو مشاعري اقرب منه، هيكون انسان حسي الى حد كبير جدا، هيكون انسان حسي، فلابد ان تاخدي المدخل بتاعه وتستخدمي كلمه المشاعر والعواطف، ولما تحبي تاخدي يعني تجذبه الى حوارك عشان يقتنع معاك كلمه بالمنطق العاطفي وليس المنطق العقلاني. خليني اضرب مثال، يعني مثلا لو في ولد واحنا في مدرسه، الولد جاء في الاختبار، دخل جاي الاختبار متاخر والمفروض انه ما يدخلش، فانت عايز تقنع الشخص اللي موجود. لما تيجي هتكلم النمط الودي هتقول له يا حرام، ده الولد مشاعر، ده الولد مشاعره، ده متوتر، ده اعصابه تعبانه. هذا هو مدخله، مدخله كلمه بلغة المشاعر، اوصف مشاعر الشخص، هيتعاطف معاه. لكن لو هتيجي للمتفرد هتقول له ايه؟ هتقول له والله الولد ملتزم وكان جاي لولا كذا وكذا، هتكلمه بمنطق. هتيجي تكلم التحليلي، التحليلي تقول له ايه؟ هو الولد فعلا غلطان، بس هو لما كان جاي في الطريق او كان مريض بالليل. يعني النمط التحليلي ممكن تدخله بحته الاعتذار او الاعتراف بدايه، لان طول ما انت مش معترف ان هناك خطا وهو فعلا واقع، احنا مش بنكتب، هو فعلا الولد جه متاخر فهو خطا هنا ارتكب، فانا اعترف بهذه النقطه بدايه وادخل معاه راح يقتنع. لكن نقاش او اقناع هذا الشخص والنقاش معاه يكون بطريقه ادخل له مدخل عاطفي يتجاوب معاك، لكن لو جيت تكلمه بمنطق المتفرد والتحليلي مش هيقتنع بمنطقك ولا هيتعاطف معاك ولا هيساعدك في حل المشكله. يبقى نتجاوب. طيب انا هخلص نقطه بعدين اشوف اسئلتكم. توظيفه توظيفه عفوا في حل الازمات، بالذات لو ودي تحليلي هيبقى رائع جدا، رائع جدا جدا. هو صح مش هيبتكر حلول، هو مجرد هيكون نوع من الطبطبه ونوع من التعاطف معاه، ممكن يوجد له حلول ماديه. طب انت مش عارفه انا اساعدك واسلفك، فهي مش حلول جذريه، هي المشكله مش ان هي مش لاقيه تصرف الشهر ده، هي المشكله عندي قائمه في ان زوج ما بيعرفش يظبط ايديه، مثلا ان كان مسرف زي النمط اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده، او انسان متعاطف بينفق ماله على ما يجد ان مشاعره الوالده خدت وهنا وهنا، يعني الامور معاه مش مظبطه او مش مترتبه. فهي المشكله عنده مش ان انا اتعاطف معاك واروح مديك فلوس تصرف الشهر ده، طب الشهر اللي بعده. فهو ممكن يحل أزمات لكن يحلها بطريقة مؤقتة، مش بطريقة شاملة ومش بطريقة حل جذرية. لكن لو كان داخل معاه نمط آخر، مثلا زي اللي هو ثلاثي، هيدخل معاه نمط آخر، هيكون المجال رائع جدا في حل الأزمات، لأنه هيكون إنسان يحتوي وإنسان طويل طويل البال وصبور وجسديا بلغه الجسد، انسان لما يشوفه يرتاح له كتعابير وجهه وكاكتاف. لانه انا يعني انا اضرب لكم مثال معلش في لغه الجسد، انت لو بتشوفوا محمود سعد اول ما تشوفوه غالبا تحس انه ان الدنيا يأسه وبأسه واحباطات وحاجات كتير، لان لغه جسده بتجسد هذا الامر، الاكتاف اللي نازله، العيون اللي هي باصه بطريقه معينه، فلغه جسده بتؤهلني ان هذا الشخص يائس. هذا الشخص لو جه يتعامل مع النمط المتفرد او النمط المشاعري لا يمكن يقبل التعامل مع النمط المشاعري. انسان متفائل يحب الابتسامه يحب الضحك، ما يحبش هذا النمط اللي يشوفه لا الدنيا كلها متكركبه على دماغه، لا اطلاقا ما يحبش كده. فلو النمط في ثلاثي في حل الازمات هيديني حل مبدع، وفي الوقت ذاته هو انسان احتوائي. العمل المكتبي، يعني يشتغل في الاعمال المكتبيه، ده ما تقوموهوش كتير من مكانه، ما تقولوش روح هات روح جيب، برضه هو يحب الاستكانه، تروح هات هات الدفتر عايز تحركه، لا هو مش انسان حركه وعايز يفضل قاعد برضه مكانه. ارجع اشوف الشات واشوف ايه لو عندكم اسئله حابين نكتبها قبل ما ننتقل الى النمط، لان احنا بناخد سريعا. هو هرمونات وكده ولا ايه؟ احنا اتكلمنا يا استاذه ريحان، قلنا هرمون ايه، هرمونه ايه، هو هرمونه، وخاصة لو هرمون زي ما قلنا الود التحليلي بيكون هرمون مركب، وبالتالي بيخليه ينام في أي وقت لو هو جاله النوم عايز ينام، ممكن غير أنماط أخرى. وأيضا برضو إنه بينام ممكن كتير وبيخلي عنده نوع من الكسل، وإنه بيجهد من أقل مجهود، لذلك تلاقيه يشتكي يقول لك والله أنا تعبت. طب ما كل الناس ركبت مواصلات وجاية عادي، يعني اشمعنى أنت؟ لا هو لأنه فعلا جسده ما بيتحملش الأعباء على غير التحليلي، التحليلي فقط، التحليلي المتفرد يتحمل الصعاب بشكل عالي جدا كمجهود، كمجهود مش كذهن ومش كتحمل مشاعر، لا كمجهود. هو يقدر يغير الصفات السلبية دي ولا لا؟ أستاذة سارة، يعني احنا اتكلمنا في موضوع تغير الصفات السلبية، قلنا ان احنا عندنا مبدأ
من اول يوم احنا بنقول كل النقاط دي، وان كنا بنقولها ببعض من الاحساس السلبي عشان الناس تفوق والناس تعرف وما نضحكش على بعض. واقول لك الكلام اللي موجود في الكتاب، ان النمط انسان قيادي وانسان اجتماعي وعلاقاته حلوه وعلاقاته جميله، لكن لحد ارض الواقع هقول لك لا، انا بضحك عليك، هو بيعمل مشاكل، كل نمط بيعمل مشاكل وازمات ان لم يعني يوظف الصفات اللي عنده بالشكل المعتدل. انا انسان بحب العلاقات الاجتماعيه، لكن ما صاحبش 30 واحد، مش هقدر اجيبهم بيتي، يعني طبعا مبالغه، يعني ما صاحبش كل دول وكل واحد عايز مني اروح له بهديه، وانا امكانياتي الماديه ما تسعش. فانا علاقاتي الاجتماعيه شيء ايجابي، لكن لما ازود عنها عن الطاقه فبالتالي بتحول الى حاجه سلبيه. وانا حابه ان احنا نحط ايدينا على مواطن الخلل في مجتمعنا، داخل اسرنا، داخل بيوتنا، داخل شغلنا، عشان نحل، مش نقف برضه مكتوف الايدي وناخد العلم نطلعه، نحطه من هنا ونطلعه من هنا. ممكن يغير زي ما اتكلمنا. طيب تمام، يقدر يزعجه يعني يعصب، يعني ايه يزعجه يعني يعصب؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير يا استاذ ريحان. اركز اكتر من كده مع حضرتك ليه؟ يمكن حضرتك مش متعود انك تسهر استاذ احمد، او ما انتش جاي ومهيئ نفسيا ربما، ولا حاسس ان الامور اتكتلت عليك، او يمكن احنا عملنا مقدمه طويله جدا وبالتالي احنا بنكرر. يعني انا اضطريت اكرر لان عايزه الموضوع الشخصيه دي بالذات اصحابها ينتبهوا، يعني يمكن ده كان سبب تكراري مع عدم كمان وجود الشرايح. لكن لو حضرتك مش قال، لو ممكن تقدر تقوم وترجع لنا تاني 5 دقايق مش مشكله، واحنا من خلال التكرار تقدر تجارينا لو انت حاسس انك قادر. وانصحك تشرب ميه لان دي بتجدد، بتنشط الذاكره. يعني قوم دقيقتين وتعالى حضرتك استاذ احمد عبد المجيد، اشرب ميه وتعالى، هتلحقنا برضو مش هنكون كتير. ولو لقيت نفسك مش عارف تركز ابعت لي برضو قول لي، وانا اشوف ايه حل المشكله. في حد يا جماعه تاني معانا مش عارف يركز؟ عشان لو في كده ممكن نغير الوسيله، او يعني ممكن نأجل او نعمل اي حاجة تانية. في حد تاني مش قادر يركز معانا؟ مروة، حضرتك مش قادرة تركز، انت معانا يا استاذة مروة من اول يوم؟ حاسة اني ضعت. نعم صح، انا يعني احنا في الاخر هنديك، هو ده شعور طبيعي. بس هلومك. طيب حاضر، يمكن عشان المقدمة بالنسبة لنا كانت طويلة شوية. على فكرة هو ده عرض طبيعي انك تحس انك بدأت تتوهي، لان تكتلت عليك الانماط، انت الان عندك 3 انماط. عشان كده احنا قلنا النمط الاولاني ايه هي صفاته، والنمط الثاني ايه صفاته، والنمط الثالث ايه صفاته. هناخد النمط الرابع. طب امال لو خدت النمط الرابع هتعملوا ايه؟ انا شايفه ان احنا هناخد الرابع، لكن حضرتك لما تقعدي مع نفسك في البيت وترجعي، احنا قد نكون مرينا بنفس المرحله اللي انتوا بيها الان. انا حاسه اني تايهه مش عارفه انا فين بالظبط، بس حضرتك لو قدرت تستحضر شخصيه مع كل نمط من اللي احنا بندرسه هتظبط معاك الامور. وهناخد النمط الرابع، وهسيبك النهارده تشوف، لو بكره حاسس انك تايه ومش قادر انا ممكن اتصرف معاك، يا اما على الجروب يا اما على تاني من هنا نعمل مراجعه. بس انا عندي شريحه هتلخص لك 1 2 3 بشيخ مختصر جدا، بس يمكن ما اقولهاش النهارده، يمكن نقولها بكره ان شاء الله. لا مش كل الكورس تاه يا استاذه، ان شاء الله باذن الله استاذه مروه هن يعني مش عايزين تاخدوا الرابع النهارده. طيب ماشي حاضر. مين تاني مش تحبوا نأجل الرابع النهارده؟ اللي يحب ان احنا نأجل الرابع يديني 1، اللي مش حابب يديني 2. ماشي ماشي خلاص خلاص بالاغلب، يعني انتوا مش عايزين تاخدوا 1، مش عايزين عفوا تاخدوا النمط الرابع، نأجل. لا 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 عادي يا استاذه مروه، لابد، انا عايزه الاستفاده اكتر من الاستفاده. انا مش عايزه مجرد ان انا بدي كورس وتاخدوه وتقوموا، لا بالعكس انا ما بحبش كده اطلاقا، حتى لو هضطر اني اختزل بعض الاشياء. طيب خلاص ماشي خلاص خلاص نأجله خلاص، عشان حضراتكم ما خدتوش بريك. ماشي طيب، خليني اتكلم بس على الواجبات، خليني اتكلم على الواجبات ونتفاعل على الصفحة الصبح، او عايز اي تساؤل ان شاء الله في اي وقت، وممكن نأخره بكرة. بس انا كنت حابة ان احنا ناخده عشان كده هنتناقش في المشاريع ازاي بكرة. طيب خلينا بكرة ان شاء الله نحاول ان احنا ناخد النمط الرابع، وبعدين اديكوا بريك طويل شوية، من خلاله تحلوا لي اللي هنقوله ونتناقش فيه، وبعدين ممكن انا الغي الـ الشيء الرابع الـ يعني او عفوا بعض من الحاجات في الاقناع او شيء من هذا القبيل، الا ان كان ممكن يدونا. بس انا من الحقيقه انا مش فاضيه لا اربع ولا خميس، مش عارفه هل ممكن يدونا يوم الدعم الفني، ممكن يدونا يوم بعد كده نناقش فيه مشاريع التخرج ولا لا. لو الدعم الفني يردوا علينا هل ممكن يدونا يوم اضافي؟ بس مش هيكون قبل الجمعه، بالنسبة لي مش هيكون قبل الجمعة. بكرة ممكن نكمل بشكل تفصيلي بشكل مريح للنمط الرابع مع بعض الأشياء الإضافات، ثم في اليوم اللي بعد كده نعمل مشاريع التخرج. لو الدعم الفني ممكن يرد علينا
ايوه مش هيكون قبل يوم الجمعه، اشوف ممكن السبت او الحد، فلو يرد علينا الان عشان يعني نعمل حسابنا. فاحنا بعد كده ان شاء الله هيكون المشروع التخرج قلت زي ما قلت عن خلال 3 اشياء. الشيء الاول هو ان احنا هنقول زوجين بنمط، تمام يا دكتور؟ طيب حاضر ماشي، يعني خلاص نتفاهم بعدين. يعني ده مبدئيا في موافقه من عندكم ان ممكن يكون في يوم خامس مع بدايه الاسبوع، يا السبت يا الاحد ان شاء الله. طيب خلاص بكره ان شاء الله هنكمل النمط الرابع، واتمنى لو في اي لبس عليكم رجعوني على صفحه الفيس، بحيث ان احنا بكره ان شاء الله يكون ما عندكوش اي لبس في اي مشكله. وانا بقول لكم ده عرض طبيعي، ده عرض طبيعي ان انت تحسي مع تكرار، وانا قلته في اول يوم، قلت لكم في اول نمط انتوا مش حاسين ان في مشكله، عرفتوا تسقطوا الكلام على الناس، لكن لما تتكتل عليك الى حد ما بعض الانماط هتحس انه الامر بقى في شيء من اللبس. بس انا ارجو منكم تحاولوا بقى، معاكم 3 انماط يا ريت تحاولوا تطبقوها او تلاحظوها في من حولكم، واكتبوا ملاحظاتكم ونتراجع مع بعض ونشوف. انا بقول لكم صدقوني لو قدرتوا تتفاعلوا مع هذا الهوس النمطي هيساعدك كتير جدا في تربية ابنائك في المستقبل وفي عملك والتعامل مع الاخرين بشكل عام، وتصل الى لغة تفاهم راقية جدا وسهلة جدا على الفيس. حضرتك احنا عاملين جروب ضيفي نفسك عليه بنفس اللغه، بنفس الاسم لغه التفاهم، بس من خلال صفحتي ممكن يحطها لك على الان. طيب خلاص. طيب حضر عايز تعرف شخصيتك. طيب احنا من خلال الجروب عشان الناس اللي صدعت وخلاص فصلت مننا ما نطولش عليها اكتر من كده عشان كمان ما خدناش فعلا بريك. طيب جزاكم الله خير. تحبوا نبدا بكره في نفس ميعادنا اللي هو الساعة 6 بتوقيت القاهرة ولا الساعة 7؟ أنا شايفة إن بتوقيت الساعة 6 بيكون في أنشط من الساعة 7، إيه رأيكم؟ يا أستاذ طب عفوا رجعنا تاني في سؤالك يا أستاذ أحمد أمين، بس خلينا أول ناخد التصويت على الساعة 6 أفضل. الساعة 6 أنا شايفة كده خلاص ماشي، نرجع لميعادنا الطبيعي، ميعادنا يكون الساعة 6 إن شاء الله لحد 8:30 بكرة بإذن الله إن شاء الله. ولو حد عنده أي تساؤل، لو حد عنده أي شيء ممكن يراجعنا على صفحتنا، واللي عايز يتفضل جزاكم الله خير ويتفضل، بس عشان نشوف اللي عنده سؤال ممكن نجاوب عليه، لكن اللي عايز يستأذن يتفضل. إحنا كده أنهينا اليوم إن شاء الله وجزاكم الله خير، وأنا بعتذر إن كنا أطلنا عليكم أو إحنا أسهبنا في بعض الأشياء فيمكن صدعتكم. وإياك يا أستاذة مروة. ماشي الاستاذ الواجب، جزاك الله خير يا استاذ سهى، قول لنا برضو وظائف تصلح. طبعا انا رجعت الوظائف ما قلتهاش النهارده، الوظائف اللي هي نمط التحليل، احنا عايزين وظائف ايضا من نمط الودي، مع ان انا قلتها بس برضو خليك انتوا تجيبوا استزاده منها. واياك يا استاذه ريحان. الله الاستاذ احمد خليل شاكر في صوت، لا انا كان في الاستاذ بيقول عايز حاجة في الودي، بس هحاول ارجع اشوف هو يحاول افضل فيكسر من الالتزامات، ومن بعد ممكن يشعر باحباط انتفاء انافي بكل وضوح. في حد كان بيقول هو عنده استزادة او عنده كلمة على الودي؟ طيب انا مش لاقياها، بس هو كان الاستاذ احمد امين لو حابب يقول اي شيء ممكن يقولها قبل ما اخرج. طيب ما شاء الله استاذ خالد جزاك الله خير. واياك الود التحليل لا يبادل بالعلاقات الاجتماعية صح؟ ازاي لا يبادل؟ لا بالعكس، هو يحب يعمل علاقات اجتماعية، لكن نظرا لانه انسان يعني بطيء شوية فما بينجزش في كل العلاقات الاجتماعية، لكن هو يحب. هو هذا سؤالي. سؤال حضرتك استاذ محمد امين هو نفسه سؤال الاستاذة مي. اللي بعده ويحاول ارضاء الجميع. طيب خلينا نخلص بس الاستاذة مي الاول. الود التحليل لا يبادل بالعلاقات الاجتماعية صح؟ لا بيبادل بس على حسب مزاجه، يعني هو يحب أوي يعمل علاقات اجتماعية مع الناس بس بمزاجه، يعني لو جاله مزاجه لجيرانه تروح تزورهم ماشي، لكن هم بيقحموا أنفسهم عليها ممكن تتقبلهم بس بعد كده تبدأ تشتكي، لكن هي في إطار أو هو في إطار بيحب أوي الأسرة والعائلة، يحب أوي الخروجات. أنا مش عايز أنطلق إلى تفاصيل تدوشكو، بيحب الخروجات في اطار زي المولات، ما يحب يعني له ستايل معين في العلاقات بتاعته الاجتماعيه، لو هنطلع مع بعض نشتري حاجات معينه ماشي، فهو يحب دايما العائله والاسره لاجل شيء اقول لكم عليه، هو عشان بيساعدوه
في أولاده أو في أولادها، أو بيجد منهم العون وبيجد منهم تفهم لطبيعته. لو وجد هذا عند بعض الأصدقاء والجيران هيرتبط بيهم برضو، لأجل أنه في نوع من المعاونة في شيل الأولاد، في الخروج معاهم، في يعني بيجد، مش عايز أقول مصلحة، ولكن بيجد راحة في التعامل معهم. ده الودي التحليلي، فهو يبادل العلاقات الاجتماعية على حسب ما يجد راحته معهم. طيب سؤال حضرتك، ويحاول إرضاء الجميع فيكثر من الالتزامات، ومن بعد ممكن يشعر بإحباط إذ لم. صح، وده اللي أنا كنت بقوله، يعني هو بيحاول فعلا يرضي الآخرين، فلو حد زعله زي ما قلت لحضرتك بيحبط، وزي ما بتقول حضرتك تفضلت، يعني إنه بينسحب ويحس بشعور من الإحباط، إن الناس دي ما بتقدرنيش، أو إن الناس ليه ما بتعملش كده، طب أنا بتصل عليهم ليه ما بيتصلوش عليا، وليه يعني تسعده جدا 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 اتصال تليفوني من وقت للتاني لو هو صديقك أو عنده مناسبة، وكمان لو عنده مناسبة وحضرتك اهتميت بيه ده أمر رائع جدا جدا عنده، يعني ان انت بتفكر فيا، ان انت يعني فاكرني، وهكذا لو كانوا اصدقاء او يعني اي حاجة او علاقات عائلية او ما هذا الشيء. ففعلا بعد كده لكن بيرجع تاني، يعني لو هو ودي بس بعد كده الميزة اللي فيه انه بيسامح بشكل عالي جدا، بيسامح. طيب ايه تاني؟ واياك يا استاذ سارة المتناقضة. طيب هو بيفترض ان انا كنت اجاوب على الانماط المتناقضة لما نكون خلصنا الاربع انماط، فايه رأيكم نخليه بكرة ان شاء الله، بس برضو فكروني، لان هو بيفترض ان احنا ندرس الرابع عشان نقدر نقوله. خيالي، لو استخدم الخيال في مشكلة مع صاحبته، ان هو مع صاحب استنى يعني هو يقول كذا حاجة مرتبة بيجي عند الموقف مش بيقول اللي كان بيتخيله، صح ولا لا؟ انا طيب اقرا تاني. هو الودي حضرتك خيالي، لو استخدم الخيال في مشكله مع صاحبته او صاحبه، ماشي، ان هو يقول كذا حاجه مرتبها بيجي عند الموقف مش بيقول اللي كان بيتخيله. انا مش عارفه افهم العباره، بس خليني اقول يعني قدرت استشف من عبارتك ان انت بتكرري او بتاكدي على معنى ان انا بقول ان هو في نقطتين. النقطة الأولى إن لما بتحصل مشكلة أو بتديله أوامر هو بيعيش مع الأمر الأول ويبدأ يعيش خيالاته، وبعد كده يقول يحكي إن حصل كذا وكذا والمدرسة أمرتني بكذا وهكذا، ويحكي من خلال الأمر الأول فقط، مش هيقول اللي حصل الثاني ثم يضخمه شوية. يبقى هنا في نقطتين، النقطتين في الخيال، انه بيسرح في خياله في تنفيذ هذا الامر، يعني هروح زي ما قلت كده لفلانه وهلم الدفتر وهكلمها واقول لها، او هدخل عند المدير ولو لقيت عنده السكرتير اللي انا زعلان منه، ولو لقيت الكرسي اللي فلاني وانا فاكر لما اسلم عليه يبدا دماغه تشت شويه، وبالتالي هو ما فيش غير امر واحد اللي هيسمعه، فلما بتيجي تعبيه انا قلت لك، بيقول لك لا انت ما قلتيش. مش عارفه هو كده المعنى اللي انت تقصديه يا استاذه ساره ولا لا. ماشي، لو في شخص بيجمع بين الشخصيات كلها هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ هو ممكن متاح، يعني هو لو هيجمع بين كل الشخصيات ممكن يكون تحليلي، متفرد، ودي، تعبيري او مشاعري، وهكذا تباديل وتوافيق اي شيء، بس ايهم افضل؟ لا، هو لو في هذه المدرسة بيقول ان النسبة ممكن تكون متقاربة 50 او 25 25 25، الاربعة كلهم يجمعوا 100. لكن في بعض المدارس التانية ممكن تكون، ان حتى في مدارس القيادة والقائد بأنواع ممكن ايضا برضو يكون يجمع بين اربع انواع، لكن مش بنسب متساوية، يعني مثلا عايزين نقول 50 30 20 او مثلا 25 وهكذا، مقسم 15 10، فممكن تقسم، ودي هنا مش هتكون متجانسه. هو اللي بتكون متجانسه بتكون متقاربه جدا، الفرق بينهم مثلا 5% وهكذا، ارقام بسيطه جدا، فيكون هو ده الانسان اللي اعلى مرونه. كل ما جمعتي الاربع انماط بنسب متقاربه وصلتي، عايزين نقول، الى المثاليه والى المرونه العاليه جدا والى التميز، ولو وصلتي من 25 25 25 25 بنسب كلها متساويه مع بعض، ده تميز اكتر واعلى، وده بتكون نسبته في العالم او في المجتمع قليله جدا ونادره، ده نسبه الى الدراسات اللي قالوها. يعني انا قلت استاذ احمد عم نجيب من الاول، اللي عايز يستاذن يتفضل، انا بجاوب على اسئله الاخوه اللي موجودين، فاللي صاحب سؤال هو اللي هيقعد، اللي عايز يستاذن يتفضل، الامر عادي خلاص احنا انتهينا. يعني جزاكم الله خير. لما بيرتبك يعصب، الودي لما بيرتبك مش بيتعصب، عارفين القمصة لما يتقمص، او انه يقول لك حاضر خلاص، يعني يزعل لجوه مش بيظهر لبره، يعني تلاقيه وشه قلب بس لكن لم يتفوه بكلمات
لم عينيه مش بتصغر زي المتفرد تخافي من وشه، لا هو وشه قلب بس على جوه، تحس انه انسان كتم غيظه وبس، وبعد كده بياخد موقف، ياخد موقف انه مثلا ما يردش لو كان الزعله كبيره جدا، او مش هيعمل اللي انت قلتيه او اللي انت قلته، هياخد ردود افعال مختلفه، لكن مش هيتعصب بالشكل اللي انت متوقعه. استاذ ايات، حضرتك يعني الناس اللي هم مش مصريين اعتقد انهم ما شاء الله متجاوبين معانا في الامثله والامثله الشعبيه اللي احنا احيانا بنقولها من واقع المصري، بيهتم بادق التفاصيل صح؟ الودي لا، الودي ما بيهتمش بالتفاصيل، وبيهتم اي حاجه تجيب له مشاعر، لكن التحليل هو اللي بيهتم بادق التفاصيل. واياك استاذ امام، واياك، جزاك الله خيرا صاحبتي. وبحضر كلام اقوله تاني يوم ليها. بحضرتك بتجهزي كلام عشان تقوليه لها صح؟ باجي عند الموقف مش بقول اللي رتبته بالظبط بالظبط. لانه عايز اقول لك هو نسبه التركيز عنده مش عاليه، نسبه التركيز عند التحليلي عاليه، وبالتالي لما بيكون مرتب حاجه بيروح يقولها زي ما هو مرتبها، وده راجع على فكره للهرمون عشان نعذر الاشخاص. يعني ده راجع للهرمون، الهرمون اللي عند التحليلي بيخليه عنده نسبه تركيز عاليه، عنده نسبه جديه في التخطيط 1 2 3 عاليه. اما هذا النمط اللي هو الودي، نمط الهرمون اللي عنده بيخليه التركيز عنده ضعيف ومش مركز، واحنا بنسميه على فكره اللي هو الانسان المفاوض. يعني لو انت عايزه واحد يروح يفاوض على شيء معين، ممكن تحطي الودي اللي هو الودي التحليلي، مفاوض رائع لانه هادي وبيجادل وعنده صبر ان يقنعك بكذا وسيله، بمرجعيته الداخليه ومع عدم عصبيته ممكن يستجيب الاشخاص في الاقناع. لذلك لو مندوب مبيعات هيستميت على اقناعك، لكن لو انه متفرد مش هيجيله صبره، لو انت قلبتي بوشك ومش عايزه تشتري منه مش هيتحمل منك موقف زي كده. لكن ودي تحليلي ممكن يتحمل من المشترين او اللي هو كمندوب عشان يقنع الاخرين ببضاعته او عشان يقنعهم بالبيع او شركات تامين او اشياء زي كده، هيتحمل منهم بعض الصفات، بالعكس هو هيكسفهم بذوقه وبردود افعاله الجميله اللي هتخلي ممكن الشخص يشتري عشانه. يعني ممكن الشخص يشتري خجلا من معامله هذا الشخص، وهنا دي من ضمن الاجابات العاليه اللي في هذا النمط اللي هو الودي التحليلي. الود انسان يعتذر عند خطأه. يعني عايز اقول لحضرتك لو ودي متفرد، وهو ده هيكون متناقضين، او ممكن مع العشرة ودي مشاعري، لو ان المشاعري او التعبيري ما يعني لا يعتذر، لكن لو نسبة الود عالية جدا هتلاقيه ممكن مع عشرته مع زوجته مع والده وكده يبكي ويعتذر، ممكن توصل الى البكاء. حتى انا اذكر احدى الزوجات مره في احد الدورات بتقول لي هو ليه يعني بيصل الزوج الى انه كل ما اكلمه يعتذر، يعني خلاص عشان يسكتني. فاحيانا سلطه الزوجه على زوجها عشان هو مش عايز تنجرح مشاعره، فبيؤثر السلامه، خلاص 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 انت مزعلك، معلش انا اسف وانتهينا، لانه مش عايز وصلت لا العتاب ولا وصلت انك تقلب وشك، لان شيء بيألمه قلبيا جدا ان يجد حد يعني مش مهيأ له ظروف ان يجد وش مريح، بيتضايقه لما يجد وش مش مريح. وش مش مريح لو هو زعلان من حاجه هو يتبرع ويطوع انه يريحك ويقول لك ايه اللي مزعلك، لكن هي الاشكاليه لما يكون زعلان منه هو او قلبه في الدنيا في البيت خالص، فبالتالي هو يعني ما يحبش هذا الجو انه يعيش فيه، فيحاول يهرب منه يا اما بالاعتذار السريع عشان ينهي الموقف حتى لو هو مش مخطئ، حتى لو مش مخطئ. وبالتالي كثره اعتذاره بتخلي الزوجه مش هاممها بعد كده يعتذر، وما تصير عارفه ان هو بيعمل اللي في دماغه على حد قولها. يعني سؤال بره محتوى الكورس شوية، هو ايه الفرق بين انماط السلوك وبين انماط التفكير؟ هيرمان، ايوه الاستاذ، حضرتك النمط اللي احنا بندرسه الان قريب جدا من هيرمان. حتى بعض المدربين الكبار لما سئل عن ان هل النمط ده، هل دراسة هذه المدرسة هي مدرسة هيرمان، نفى وقال لا ده حاجه وده حاجه تانية. حتى لما يعني جينا نعمل عمليه اسقاطات قال لا لا تسقطوها لان ده شغل وده شغل. فهم كلها في الاول والاخر يا استاذ خالد، حتى لو شفت البوصله الشخصيه، حتى لو شفت الانظمه التمثيليه، لو شفت الانماط اللي هي على حسب اتخاذ القرارات اللي هي بالحروف اللي هو 16 نمط، هتجد ان كلها متقاربه الى حد كبير جدا مع اختلاف المستويات، مع اختلاف المسميات عفوا.
فهي كلها بتصب في شيء واحد، لكن هي مدرسة اتخذ هو طريقة معينة ومسميات معينة لدراستها، فهي كلها بتصب في قالب واحد مع اختلاف المسميات. نعم الأستاذ خليل. طيب الأستاذة سارة لسه معانا، ممكن نعالج مشكلة مثل مشكلة التركيز دي؟ هنعالج مشكلة التركيز بإن حضرتك تنوعي في الوسائل وتغيري في نبرة الصوت، وكل شوية تحاولي تجذبيه معاكي. ده لو انت مدرسة وعايزة اللي معاكي يستجيبوا. لكن طب ولنفترض ان ده شخصك انت مش مركزة، يعني انا عايزة اقول ممكن تاخدي بالوسائل، يعني بكل الوسائل اللي هي حبة البركة بيقول انها بتنشط الذاكرة وبتقوي الذاكرة، ربما يعني خلينا ناخد بكل الوسائل، لكن كتدريب واياك يا استاذ خالد. لكن كتدريب ممكن حضرتك تشوفي ايه بعض التدريبات اللي هي تخلي عندك تركيز عالي. فان انا دايما اخاطب نفسي بان انا عندي، انا مركزه، اللي هو عارفين اسلوب الايحاء او اسلوب البرمجه. ممكن اعالج المشكله دي بالبرمجه، زي مشكله عدم الثقه، عدم الثقه بالنفس برضو بعالجها بالبرمجه. معظم برمجه اعاده برمجه الدماغ بان انا اكرر عليها، وفي بر اسلوب قانون الجذب وحاجات كتير جدا من اللي هي موجوده حاليا، لعل وعسى ان شاء الله فيها يعني كعلوم مستحدثه ان احنا نستفيد منها في معالجه المشاكل. لكن عايزه اقول لحضرتك هو هرمون في الاول والاخر، هو هرمون يعني مهما حاولنا بكل الوسائل في الاول والاخر هتعالج بنسبه بسيطه. فعشان كده بنقول ربما يكون حبه البركه، وقيل عايزه افتكر حاجه تانية كمان مش متذكره، حاجه تانية برضو بتؤخذ من ضمن الاشياء اللي بتقوي الذاكره وتساعد على التركيز، فربما يكون في شيء في حبه البركه بيعدل من الهرمون او يلعب على الهرمون في جزء معين، فبالتالي يعمل عمليه تركيز. لكن كتدريبات عمليه هي عمليه يعني تعديل وتحسين للصوره اللي بيخرج بيها العمل او التصرف ان احنا ما عندناش تركيز، لكن هي كمعالجه جذريه لا. لان ده بقول لك راجع لي هرمون اني كثير في المذاكره، هو طبيعي يعني. خلينا اقول في المذاكره حضرتك ممكن، بس انا مش عايزه اطول على الغرفه اكتر من كده، ممكن حضرتك على الفيس نتناقش فيه مع بعض، تدخلي على الجروب لغه التفاهم ممكن نتناقش فيه، اساعدك في موضوع نقطه المذاكره. يكون طالب، هل هو ممكن يكون طالب متفوق؟ ايه المانع ان يكون طالب متفوق؟ يعني لو هو قدر اهله يساعدوه بطرق معينه في المذاكره حديثه، مش بالطرق التقليديه اللي ممكن يعني تتعبه جدا جدا الى ان يتفوق، يعني بيبذل مجهود عالي جدا جدا عشان يتفوق. لكن ممكن يكون اهله حواليه مثلا يعني عندهم وسائل حديثه بيتعاملوا معاه بهذه الوسائل، فممكن يصل يتفوق. ايه اللي يمنع ان يكون انسان متفوق؟ بالعكس، حضرتك طالبه جامعيه. طيب ماشي يا استاذه ساره، ممكن قلت لك على الفيس ان شاء الله. اوميجا 3 دي ما شاء الله، يعني عمالين يقولوا لك وسائل اهوت 3 بس، يعني ده اعلى حاجه فيها. طيب ماشي ان شاء الله، جزاكم الله خير، وان شاء الله نلتقي غدا الساعه 6 بتوقيت القاهره باذن الله. نراكم على خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. وشكر ليكي استاذه سهى والدعم الفني، وتعبناكم معانا، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.